بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من الصالة المغطاة للصالة رقم 3 باستاد القاهرة. نتابع معا مباراة القمة الثالثة ما بين هذا الموسم، ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في الكرة الطايرة رجال الممتاز ألف، وفي الدور الترتيبي للفرق. وعلى هيبقى على ايدك اليمين نادي الاهلي بزيه الاحمر، على ايدك اليسار نادي الزمالك بزيه الابيض. وهنقول اسماء الفرقتين امام حضراتكم. نادي الاهلي، نادي الاهلي احمد صلاح رقم 4 كابتن الفريق، كابتن حسام يوسف رقم 12 معد الفريق، محمد عادل دولا رقم 10، احمد سعيد شفيق رقم 18، وكابتن امام حضراتكم اهم نادي الاهلي. تحيه من الفريقين. وادي نادي الزمالك على ايدك الشمال بزيه الابيض. هنقول تشكيل الفريق النادي الاهلي بنكمله مع حضراتكم. وادي المحترف رقم 11 الكوبي يوندر جارسيا، وليبرو هو ليبرو الفريق. ادي نادي الزمالك على ايدك الشمال بزيه الابيض، في رقم 11 من نادي الزمالك احمد يوسف، ليبرو الفريق محمد رضا رقم 10، على الارسال رقم 1 احمد فتحي معد نادي الزمالك، والارسال من اعلى استقبال نادي الاهلي واعداد ومحاوله من النادي الاهلي تسجيل اول نقطه، وفعلا النقطه الاولى للنادي الاهلي. ويحكم هذا اللقاء الحكم الدولي محمود حسام من منطقه اسكندريه، ويعاونه كابتن وليد الخشن الحكم الدولي من منطقه القاهره. الارسال مع النادي الاهلي احمد سعيد رقم 18 على الارسال، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال اعداد من نادي الزمالك وضربه ساحقه ودفاع من الملعب من النادي الاهلي. ومره ثانيه بيحاول النادي الاهلي نعيد الكره، ولكن في تداخل لاعب خلفي. والنقطه الاولى امام حضراتكم الحكم اهو بينادي على كابتن الفريق. يمكن يا كابتن مروان زي ما شفنا النقطتين اللي فاتوا، يمكن النادي الاهلي حط كوره ورا البلوك حلوه جدا من سعودي. حتى الان يمكن ارسالنا واستقبالنا جيد ما عدا الكره الاخيره اللي احتسبت علينا، ولكن انا شايف ان شاء الله البدايه ان شاء الله بدايه تكون موفقه. ويغيب طبعا على الكابتن عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر، الله وضربه حلو ساحقه حلو من رقم 5 عبد الرحمن سعودي بلوك من مركز 3 سنتر بلوك، وبيجيب نقطة قوية سريعة، ضرب السريع، من مركز 3 بيبقى حل لبعض كتير في بعض الأوقات. الإرسال نقطتين حاططهم سعودي حتى الآن. عبد الرحمن سعودي من مركز هيلعب الإرسال رقم 5، إرسال من أعلى مع الوزن، استقبال بيصعب هجوم طبعا فريق نادي الزمالك، وضربة ساحقة من نادي الزمالك أكيد من رقم 22 من لعبة محمد مصطفى، لعبه بيلعب من مركز 4 وبيجيب نقطه. يمكن البلوك طلع متاخر شويه يا كابتن، ممكن بعد كده البلوك كان الضرب يعني مكشوف قوي. محمد لعبه متميز برضه في ضرب الصاحب صحيح. في نادي الزمالك هو ورضا هيكل الاثنين يعني متميزين من مركز 4 يا كابتن هيثم. الارسال مع نادي الزمالك رقم 6 محمد علي المهدي، هيلعب ارسال من اعلى قوي. اعتقد ان ارسالات نادي الزمالك النهارده هتكون قويه جدا، وقدر ان هو يلعب الكوره في مكان حساس وياخد بيه نقطه نادي الزمالك، ويتقدم نادي الزمالك 3 الاهلي 2. الكابتن شريف الشمرلي يقود اول مباراه بين الاهلي والزمالك، ودي المباراه الثالثه بعد تسجيله في سجلات الاتحاد. كان في قرار من الاتحاد ان هو ما يتسجلش، واتحلت المشكله ورجع وتم تسجيله في سجلات الاتحاد، وطلع له الكارنيه ان هو يحضر المباراه. استقبال من النادي الاهلي، اعداد حسام يوسف ومحاوله من رقم 6 لوجي سيلفيرتي المحترف الايطالي، ولكن الكوره نقطه لنادي الزمالك. ويبدو يا دكتور ان طبعا الارسالات هنا يعني هي الكلمه العليا. انا قلت لحضرتك ارسالات النهارده نادي الزمالك هتبقى ارسالاته قويه النهارده. محمد مصطفى لعبه ومحمد المهدي اعتقد
كده 4-2، ولكن طبعا لسه بدري جدا على الشوط عشان نحكم عليه من البدايه. لا طبعا لسه طبعا يا كابتن، والمباراه هتبقى قويه جدا لان الزمالك كان بيغيب عنه 3 لعيبه وراجعين من اصابات، ويغيب عننا طبعا نجم الاسمر الفتى الاسمر عبد الله عبد السلام. استقبال، وادي ليبرو الفريق رقم 11 من الكوبي جارسيا، ومحاوله من نادي الزمالك، وضربه صحيحه وحائط صح. يا ولد لويجي دولا، والمحترف رقم 6 الايطالي لوجي، وحائط صح. خلينا نقول يا كابتن، نادي الزمالك حط 3 سيرفات قويه جدا جدا، يمكن كان في استقتال على الكره الاخيره. أكيد. وده اللي نجح فيه البلوك الاهلاوي اللي طلع دبل بلوك، واستطعنا ان احنا ناخد نقطه مباشره منه. احمد صلاح على الارسال، والنتيجه 3 الاهلي 4 الزمالك، والارسال من اعلى يا احمد. ما نضيعش، لا بخارج الملعب. مهم برضه يا دكتور نين، حتى لو هنخسر سيرف او اثنين بس لازم نكون ضاغطين بالارسال، يعني لازم نحط ارسالات قويه. لازم نلعب ارسالات قويه، حتى لو نلعبها تكتيكي فني خلف الشبكه، نلعبها طويله بس تبقى طويله يعني قريبه من خط النهايه ما تخرجش بره. نعم. ارسال من اعلى مع الزمالك، استقبال النادي الاهلي، وقلنا لحضراتكم ارسالات الزمالك النهارده قويه. وادي نادي الزمالك وحاط صد قوي. يا ولد بلوك رائع. نادي الاهلي بلوك محمد عادل دولا برضو. وادي الكابتن سياده الوزير عمرو الفاروق وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي. كده يا دكتور احنا خدنا نقطتين مباشرين من بلوك. حلوين جدا، ودول بلوك نجح حتى الان الحمد لله. ممكن يبداوا يغيروا سير الشوط الاولاني. صحيح 4-4 كابتن. 4-4 ولوجي على الارسال رقم 6 المحترف الايطالي. استقبال، اعداد من احمد فتحي، ومحاوله من الايطالي لوجي، ولكن الاستقبال بتاعه جه ممكن يكون بطيء. يمكن الارسال بتاع لويجي بالاول هو اللي كان يعني موجه، كان تكتيكي اكتر، فده فرصه لنادي الزمالك انه يضرب ضرب قوي، ولكن حتى الان نتيجه 5-4 لنادي الزمالك. نعود لعبه على الارسال رقم 22 محمد مصطفى، لعبه بيلعب ارسال قوي وقلنا لحضراتكم. استقبال جوه الملعب. جوه نقطة الملعب. نقطة لنادي الزمالك نقطة. كده نتيجة 6-4، ويمكن ارسالات الزمالك حتى الآن موفق أكتر منا شوية في الارسالات. قلت لحضرتك برضو ارسالات نادي الزمالك، محمد مصطفى لعبة، محمد المهدي من أحسن اللعيبة، ورضا هيكل بيلعبوا في نادي الزمالك ويلعبوا ارسالات قوية، وضرب برضو من مركز 4 ومركز 2. لعب على الإرسال، هيلعب إرسال من أعلى قوي. يا جماعة نوقف الإرسال. كويس. لوجي، ومحاولة من النادي الأهلي أحمد سعيد، ولكن الضربة الساحقة ما كانتش على ما يرام. حسام يوسف بيلعب الكرة، ولوجي أنقذ الكرة قبل ما تقع في أرض الملعب، ومحاولة مرة تانية بليسنج كده من نادي الزمالك. أدي الزمالك على الإرسال بيلعب الكرة مرة تانية، بيحاول عايز يلعب الكرة في ملعب النادي الأهلي. يا ولد ضربة ساحقة من أحمد سعيد. استقتال على الكرة يا دكتور. طبعا استقتال النهارده. هو لعب الكرة بزاوية مناسبة وجت خارج الملعب، تاتش بلوك من نادي الزمالك، ونقطة للنادي الأهلي. وعادل دول على الإرسال، 5 الأهلي 6 الزمالك. كان في استقتال من الدفاع من النادي الأهلي، ولحقنا كرة الحقيقة ميتة. استقتال قوي جدا، والدفاع والإعداد كله بتبقى جملة متكاملة يا كابتن عيسى. محاولة مرة تانية من النادي الأهلي أهو، لوجي، محمد عادل، أحمد سعيد يا ولد، ولكن الدفاع نادي الزمالك صاحي، هتعدي سهلة، ودفاع الملعب مرة تانية، لوجي وحسام يوسف وأحمد سعيد مرة تانية، محاولة أهي من أحمد فتحي، ولكن لمس شبكة، لمس شبكة على نادي الزمالك، لمس شبكة من أحمد فتحي معد نادي الزمالك رقم 1، ونقطة للنادي الأهلي، 5 الأهلي 6 نادي الزمالك، 6-6 دلوقتي يا دكتور، 6-6 التعادل، وكره التعادل والتعادل مع محمد، والكره مع محمد عادل رقم 10 دولا جوه الملعب. جوه الملعب ونقطه ايه؟ نقطه ايه؟ كنا لسه يا دكتور بنتكلم في الاستوديو التحليلي ان ارسالات دولا الثلاثيه بتاعتنا دولا وعبد الحليم عبو برضه قويه جدا. ودي احد مميزات النادي الاهلي، ارسالاتنا الثلاثات ارسالات قويه. النهارده عادل دولا وفرق، والنهارده وهو دي كده 7-7، والارسال مع دولا. يلا يا دولا، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال نادي الزمالك، اعداد، ضربه ساحقه من بره الملعب، رضا هيكل خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، وتعود المقدمه للنادي الاهلي، 8 للنادي الاهلي 7 الزمالك. وما زالك لكيت ثالث مره محمد عادل دولا على الارسال،
يلا يا حسام النهارده الجيم بتاعك ان شاء الله. حسام يوسف صح معانا يا حسام. الجيم بتاعك حتى الان ما شاء الله عليه. محمد عادل على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد من نادي الزمالك وضربه ساحقه وحائط صد ولكن كويس غير كويس. موفق رست ايد البلوك المفروض يبقى في قلب الزاويه الكره جت على ايده وجت في الزاويه غير مناسبه خرجت بره الملعب وتبقى تاتش بلوك وتبقى نقطه لنادي الزمالك. تالي ده التعادل الرابع ولكن حتى الان الحمد لله الفريق شكله جيد ولكن ان شاء الله الخبرات محتاجين نحسم بيها اللقاء ان شاء الله باذن الله. احمد صلاح يكون ورقه ناجحه النهارده هو عبد الرحمن سعودي باذن الله. استقبال محاولة مرة تانية من أحمد ولد سعيد. يا سعيد. يا ولد. سعيد برافو أحمد سعيد من مركز أربعة وطالع وضارب وادي النقطة. طالما استقبلنا يا دكتور كويس إن شاء الله تضرب كويس. هي جملة استقبال سواء من الضرب الصاعد أو من الإرسال بيديك إعداد كويس بيديك ضرب صاعد كويس وتجيب منها نقطة مباشرة. إرسال حسام يوسف استقبال وادي ضرب صاعد من محمد المهدي وبتيجي في حائط الصد تبقى خارج الملعب ونقطة لنادي الزمالك 9-9. يمكن دي اول لعبه لعب سريع يلجا ليها نادي الزمالك لان الكره كانت جايه مش مرتاحه فما كانش عنده غير اللعب السريع. هو برضو الزمالك عايز يشوف حل برضو من للضرب من مركز ثلاثة عشان يقدر برضو ياخد نقط ضربه ساحقه من عبد الرحمن سعودي يا ولد ونقطة للنادي الاهلي يتقدم النادي الاهلي 10. هنا عادل خرج ونزل سعودي وسعودي نزل جاب نقطه من الضرب السريع على طول مع يوسف وده قوتنا الحقيقه النهارده اللعب السريع طبعًا لازم نستغله بشكل لازم اكتر من كده كمان. لازم الضرب السريع زي ما قلت لحضرتك في الاول من مركز ثلاثة وده هيفرق معانا ان شاء الله. ارسال قوي واستقبال صعب هجوم نادي الزمالك وادي الكره وادي ضربه ساحقه وادي لوجي بيستقبل مره ثانيه يا ولد رقم 6 وبيجيب نقطه يندر يمكن الليبرو استقبل بشكل جيد جدا يا دكتور سهلت المهمه على الرفع ولويجي الحقيقه حط الكره على اللاين عشان يهرب من البلوك. طبعا هو اكيد في تعليمات من الكابتن محمد مصلحي باداء الضرب بطريقه معينه في مكان فاضي او بعيد عن بعض اللي هم بيستقبلوا كويس في نادي الزمالك. احمد سعيد على الارسال برافو يا احمد استقبال اعداد محاولة مرة تانية من الكوبي وإعداد مرة تانية عبد الرحمن سعودي بيعد بجر وضربة ساحقة من أحمد صلاح ولكن في دفاع عن الملعب نقطة للأهلي يا ولد يا يندر أنا عايز أقول حاجة يا دكتور يندر استقبل كورة صعبة جدا يعني نقطة بقوة والمسافة ده قريبة النهارده النادي الاهلي بيتقدم ثلاث نقاط يا كابتن ثلاث نقاط دي يمكن اكبر فارق لصالح نادي دي اكبر تقدم حصل للنادي الاهلي 9 ووقت مستقطع طلبه الكابتن شريف الشمرلي شايف ان فرقته الفرق زاد الى ثلاث نقاط فبيطلب الوقت المستقطع. طبعا احنا بنقول ان النادي الاهلي طبعا فاز في المباراتين السابقتين 3-0 في صالة نادي الزمالك و 3-1 في صالة النادي الأهلي. كل التوفيق في القمة النهاردة الثالثة اللي في الدوري وطبعا هي القمة أكيد مباراة بطولة بتبقى بطولة بين الفرقتين وتبقى الأهلي دي المباراة الثالثة وطبعا أكيد أن فريق النادي الأهلي طبعا عايز يفوز عشان يبقى برضه فايز في الثلاث مباريات اللي فات بالمباراة بتاعت النهاردة. وادي الإرسال مع النادي الأهلي أحمد سعيد يلا يا بطل عايزين نحافظ على الارسال وثلاث نقاط متتاليه من ارسال احمد سعيد. ادي ارسال احمد سعيد برافو هو لكن هنا الاستقبال جوه الملعب نقطه النادي الزمالك بس خليني اقول يا كابتن احمد سعيد نجح ثلاث نقاط وهو على الارسال طبعا انه يهدي للنادي الاهلي ثلاث نقاط للنادي الاهلي وادي رقم 11 من نادي الزمالك احمد يوسف بيلعب ارسال و10 الزمالك 12 الاهلي يلا نخلي بالنا من الارسال ده استقبال قوي اعداد حسام يوسف واحمد صلاح ومحاط الصد ولكن يا جماعه لازم نخلي بالنا من التغطيه على الضارب التغطيه على الضارب مهمه جدا والتغطيه على حائط الصد دول مهمين جدا لانقاذ نقطه قد تكون في صالحنا. 11 الزمالك الاهلي 12 احمد يوسف على الارسال رقم 11 ارسال من اعلى ايوه استقبال احسن اعداد حسام وضربه ساحقه من احمد سعيد ونقطه تاتش بلوك وطلعت بره نقطه للنادي الاهلي ومحمد كابتن مصير حميدو مبسوط من الضربه الساحقه
بتاعه احمد سعيد، مبسوط ان هو بينفذ تعليماته اكيد، وبيقول له على طريقه اللعب وعلى طريقه الاداء. يمكن يا دكتور احمد سعيد القادمون من الخلف، اول ضرب يمكن من المنطقه الخلفيه لاحمد سعيد كان موفق بيه بشكل كبير، وهو الورقه الرابحه اللي نقدر نعتمد عليها النهارده. اكيد يا كابتن هيثم، وادي ارسال عبد الرحمن سعودي، وادي اعداد، وادي نادي الزمالك، ومحاط صد من النادي الاهلي، ولكن في خطا كده وعدم تغطيه، بلوك يمكن طلع بره الملعب. ولكن يعني الحمد لله طالما احنا متقدمين مفيش مشكله، دايما الزاويه يعني البلوك اللي بيبقى بيطلع بره زاويه الايد بتبقى مفتوحه شويه يا كابتن هيثم، وده يعني ان شاء الله نخلي بالنا منه الكره الجايه. محمد المهدي 12 الزمالك 13 الاهلي، وارسال واستقبال واعداد وضربه ساحقه من رقم 6 ونقطه جوه الملعب، نادي الزمالك نقطه لنادي الزمالك، والتعادل 13-13. محتاجين نرجع تاني للجيم ان شاء الله، ونرجع تاني ونتفوق تاني ثلاث نقاط يعني مش فرق كبير، وان شاء الله نرجع ليهم تاني باذن الله باذن الله. و احنا ان شاء الله الاحسن والافضل. وادي ادي الاستقبال برضو كوره قويه من محمد المهدي اللي قلت لحضراتكم بيلعب ارسال قوي، والارسال دفاع عن الملعب من يوندر جارسيا الكوبي خرجت بره الملعب، ونقطه لنادي الزمالك، ويتقدم نادي الزمالك 14 الاهلي 13. تايم اوت شكله يا كابتن، طلبه كابتن محمد مصلحي بعد ما اربع نقاط ورا بعض خدهم نادي الزمالك. يمكن بعد التايم اوت اللي طلبه نادي الزمالك نزلوا كان النتيجه 13 يعني 10، ولكن استطاع النادي الزمالك انه يلعب اربع سيرفات ورا بعض، كسر سيرفينا بتاع احمد سعيد ولعب مهدي ثلاث سيرفات ورا بعض، ضغطنا بالسيرفات خدوا ثلاث نقاط. ولكن يعني ان شاء الله ما فيش مشكله، الماتش هيروح ويجي، والجيم الواحد هيروح ويجي اكتر من مره، محتاجين نستعيد تاني تركيزنا يا دكتور ان شاء الله باذن الله. ويمكن التايم اوت ده في ميعاده كابتن محمد مصلحي عشان يوقف تقدم نادي الزمالك. الارسال مع نادي الزمالك محمد مهدي، نخلي بالنا بقى من الارسالات من قوه الارسالات ومن مكانه. ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال من الكوبي، واعداد واحمد صلاح. يا ولد يا ولد يا صلاح، احمد صلاح ايدك بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك يا ابني. والرفع من يوسف حاجه حلوه، بيقول له يا صلاح خلص. جميله جميله احمد صلاح، رايح الارسال اهو، ونقطه التعادل 14-14. يلا يا ابو صلاح. احمد صلاح بيلعب بذراعه الايسر، استقبال اعداد من نادي الزمالك، وادي الليبرو بيعدي الكره، عندنا الكوبي بيستقبل، وادي ضربه ساحقه من احمد سعيد زي ما كابتن هيثم كان بيقول القادمون من الخلف، وادي مره ثانيه نادي الزمالك خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. كابتن عايز اشيد بس في الشوط ده باستقبال لويجي، لويجي اللاعب الايطالي المحترف في نادي الاهلي، النهارده مطلع كور كتيره ورا البلوك، وكور كتيرة جدا يعني الحقيقة، وضرب كتير جدا استطاع انه يرد الارض الملعب. اكيد اكيد طبعا، هو كابتن محمد مصلحه بيديله تعليمات، وعارف ان في ثلاثة في النادي الزمالك بيلعبوا ارسالات قوية، فقال له لازم تخلي بالك من الاستقبالات القوية عشان نقدر نعد وناخد نقطة من الضرب الصح. احمد صلاح خارج الملعب يا احمد، نقطة لنادي الزمالك، نقطة التعادل 15-15. فده التعادل السادس، ولكن ده يدل قد ايه الشوط في كلوز جيم في 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 حساسيه وفي متعه وفي اثاره من الفرقتين، وكره رايحه هنا وكره رايحه هنا. ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، وحسام يوسف و يا ولد جميله من رقم 6 لاعب النادي الاهلي لوجي الايطالي المحترف. الاستقبال كل حاجه كابتن، استقبلنا كويس بنحط نقطه على طول النهارده. لويجي لويجي الرفعه كويسه، حسام يوسف رافع مرتاح، أكيد أكيد الدنيا كويسه، الاستقبال اهم حاجه لما يكون السيرف مع النادي الزمالك. على الارسال لوجي رقم 6 المحترف الايطالي، الاستقبال والتغطيه على حائط الصد والضارب يا كابتن، وده اللي قلناه يا كابتن، يمكن انت محتاج يبقى في ريسك شويه في السيرف بس عشان تبقى سيرفاتك راحه بشكل قوي، ولكن محتاجين نركز نقلل أكيد نقلل أكيد اخطائنا أكيد في السيرف. الارسال اخطاء الارسال. الزمالك على الارسال، ارسال من اعلى، لعب على الارسال رقم 22، ارساله قوي نخلي بالنا برضو، برافو احمد سعيد، وادي احمد صلاح لكن خارج الملعب، هي جميله جدا بس ما خدش الزاويه بتاعتها. نعم
تقدم نقطه واحده للزمالك يا كابتن. 17 16 محتاجين يعني احنا دخلنا في النص الثاني او الثلث الاخير من الشوط، كل نقطه هنا مهمه جدا يا دكتور. اكيد اكيد اكيد. الكره تقريبا فيها حاجه بيغيرها لعبه كابتن محمد مسلحي اهو، تقريبا يمكن عايز يعمل تغيير يا كابتن، بيستفسر يمكن من حاجه من على الحكام الطاوله او حاجه. ارسال ولكن نقطه للنادي الاهلي تيجي في الشبكه، ونقطه للنادي الاهلي، ونقطه 17 17 17. وعلى الارسال رقم 10 محمد عادل دولا. يلا يا دولا ارسالك قوي، خد نفس ويلعب ارسال جميل. في خطأ على نادي الزمالك، كورة دبل حسبها نقطة مهمة في توقيت طبعًا مهم طبعًا. ودول الحقيقة سيرفاته قوية موجهة بتبقى صعبة برغم انها راحة مش قوية أهو. ولكن طبعًا بتبقى سيرفات عادل صعبة على الدفاع الزملكاوي يا دكتور. يلا يا عادل نكرر كلاكيت تاني مرة، ارسال عادل مهمة، تقدم نقطة 18 الاهلي 17 الزمالك. يا عادل ارسال قوي فعلا يا عادل، وحاسس يا ولد يا ولد يا ولد يا سعودي. نقطة للنادي الاهلي من المركز 3 عبد الرحمن سعودي. كابتن هنا في حاجه في ارض الملعب، احنا عندنا 2 سنتر بلوك في ارض الملعب، عندنا سعودي وعندنا عدوله، ودي حاجه جديده من كابتن ايوه طبعا. النهارده كابتن محمد مصالح ميدو النهارده في ثقه كبيره جدا في دوله انه يحط ورا على السيرف وسعودي على الشبكه. تغييره مهمه وحته فنيه اسفرت عن حصولنا على نقطه اهو. نقطتين دلوقتي فارق صالح، نقطتين للنادي الاهلي. الاهلي متقدم 19 17 الزمالك. كابتن محمد عادل يا جماعه نخلي بالنا، خلي بالنا من الارسال، احنا معلش كويس. معلش مهم الاستقبال اللي جايك ان شاء الله، مهم عشان نخش في ال20 واحنا متفوقين باذن الله. هنعدي ال20 ونكسر ال20 ان شاء الله، نحاول ناخد الشوط. رشاد شيب رقم 9 على الارسال نادي الزمالك، ارسال من اعلى ده تكتيكي، ومحاوله من الامريكي الايطالي، ومحاوله مره ثانيه من نادي الزمالك. وادي ضربه صح خارج الملعب، ولكن في تاتش بلوك جت في احد اللعيبه اللي طالعين على الشبكه، ونقطه للنادي الزمالك، نقطه التعادل. التعادل الثامن يا دكتور. مباراه يعني مباراه قويه مثيره واثاره وفيها متعه هنا وهنا. المديرين الفنيين كابتن مصلحي وكابتن شريف الشمالي الاثنين بيديروا تعليماتهم وبيطلبوا توقيتات الوقت المستقطع في يا ولد يا ولد. ايه ده ايه ده ايه ده حسام اللي بتعمله ده؟ لعبها كده بليزنج من كل الملعب، انا ما كنتش متوقعها يعني، انا قلت لعبه لعب سريع. لا دايما حلوه 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 دي احلى لعبه حتى الان في المباراه. النقطه ال20 للنادي الاهلي، النقطه ال20. وطبعا اكيد كل معد بيبقى بيستغل وقت معين ويلعب فيه تغيير للنادي الاهلي اهي. خروج احمد صلاح، خروج احمد صلاح ونزول هنقول لحضراتكم. حسام على الارسال، حسام من اعلى، ارسال قوي يا حسام، استقبال وحائط الصدي اقوى بس بره، طلعت خارج الملعب، خارج الملعب. نقفل ايدينا يا احمد، احمد سعيد طالع كره قويه. يمكن خروج احمد صلاح ونزول قطب دي كانت التغييره اللي قام بيها كابتن محمد مصلح ميدو، ويعود السيرف مره اخرى لنادي الزمالك. 20 20 الارسال مع نادي الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي واعداد حسام، وضربة ساحقة، ولكن أنا قلت يا جماعة لازم نغطي على الضارب. أحمد سعيد طالع، بل لازم المنطقة الدفاعية تغطي على الضارب. نرجع لتركيزنا تاني، مهم جدا إن إحنا نجيب الإيكوال عشان خلاص دي آخر 5 نقاط في الشوط الأول. رقم 1 أحمد فتحي على الإرسال. معد نادي الزمالك، إرسال استقبال نادي الأهلي، حسام يوسف بيلعب خلفي وحائط صد، نقطة للنادي الأهلي. نقطة للنادي الأهلي من أحمد سعيد، ضربها قوية تيجي في حائط الصد وتبقى خارج الملعب، ونقطة نقطة 21. يتعادل النادي الأهلي 21 21. أحمد سعيد على الإرسال، إرسال من أعلى أحمد سعيد، استقبال إعداد نادي الزمالك، ومحاولة وكرة خارج الملعب برا الملعب. ونقطة حلو للنادي الأهلي. خليني اقول سعيد هو كلمه السر، سعيد ضرب استغل البلوك الزملكاوي انه حطها فيها بقوه طلعت بره الملعب، وايضا سيرف سعيد ساعدنا بشكل كبير. اكيد في احمد سعيد عنده خبرات ووقت مستقطع طلبه اكيد الشمالي، اكيد الشمالي عشان وقف تفوق النادي الاهلي. 22 النادي الاهلي 21 الزمالك،
كابتن احمد سعيد خبراته كتيره دوليه، وانا شفته كمان في منتخب الشباب، انا كنت معاهم في تركيا، كان مع الكابتن جابر عباطي الله يرحمه مدير فني، كان بيأدي اداء رائع احمد سعيد، وكان معاهم محمد عبد المحسن. كابتن يمكن كابتن محمد مسال حميد مثبت التشكيل دلوقتي، مش شايف هو عمل تغييره واحده بس بتاعت احمد صلاح حتى الان، ولكن محمد قط سعودي في الملعب، لويجي يندر سعيد قطب في الملعب، ده التشكيل اللي موجود في ارض الملعب ده. وحسام يوسف طبعا صانع الالعاب، هو ممكن يكون الضربتين اللي ضربهم احمد صلاح وحاط صد طلع معاه، فهو قال لك اديله ريست وانزله تاني عشان ياخد دفع اكتر. نقطة لنادي الزمالك. يمكن كابتن احمد سعيد هنا في السيرف اللي فات فضل الكرة او السيرف اللي بعد تايم اوت انه يعديه، يعني هو ما رضاش يعني يخسر نقطة، ولكن ما فيش مشكلة، ده التعادل وخروج. في تغيير اهو، نزل رقم 8 من النادي الاهلي عبد الرحمن الحسيني، ولا حسيني عبد الرحمن الحسيني ده راجل يعني بيلعب ارسالات وضربات ساحقة. يا ولد يا جاي يا ولد، نقطة من فم الاسد برضو، رفع حلوة من حسام، جميلة، وطلع سريع من ويجي، جميلة جدا ويجي. يلا يا رجالة السيرف اللي جاي، سعودي برضو سيرفاته بتبقى موجهة، بتبقى بشكل جيد. الأهلي متقدم 23-22. يلا يا عبد الرحمن، مهمة النقطة دي يا دكتور عبد الرحمن يا سعودي، هذه النقطة دي هتبقى نقطة الشوط إن شاء الله. عبد الرحمن إعداد ومحاولة من النادي الأهلي، و نقطة التعادل، ما فيش مشكلة. الاستقبال اللي جاي مهم، خلي بالنا الاستقبال اللي جاي زي ما بيقول الكابتن هيثم، هنعد ونضرب وممكن نفرق نقطة، يبقى 24 بإذن الله. في تغييرة معمولة، أحمد قطب خرج ونزل أحمد صلاح أعتقد، تغيير نفس التغييرة. محمد المهدي على الإرسال لاعب نادي الزمالك، يلا نستقبل بقى، نستقبل، ايوه استقبال حلو، ولكن جت قويه، الاستقبال قويه فخرجت بره، فنقطه لنادي الزمالك. 24 نادي الزمالك، الاهلي 23، لسه برضه وقت مستقطع طلبه اعتقد الكابتن ميدو طبعا اكيد طلب، لان هو خلاص هي دي نقطه الجيم، نقطة مهم الاستقبال جدا. ونخلي بالنا من الاستقبال. يمكن نادي الزمالك محظوظ انه كان نهايه الشوط مهدي على الارسال، لانه مهدي هو ارسالاته يعني قويه جدا، يعني دي صعب مهمه النادي الاهلي ان هو يستقبل كويس. يمكن اي حد كان على الارسال في نادي الزمالك غير مهدي كان هيبقى احسن لنا، ولكن مفيش مشكله، مفيش ازمه، احنا لو استقبلنا الكره دي كويس نقدر نحمل التعادل ونعود تاني للمباراه. ادي النادي الاهلي امام حضراتكم، ونجهز للاستقبال يا شباب. احمد محمد المهدي على الارسال، ارسال من اعلى احمد المهدي، واستقبال النادي الاهلي، واعداد وضرب ساحق يا ولد يا ولد، لسه ومحاوله مره ثانيه لسه في الملعب، حسبها للنادي الاهلي، في خطا شبكه اعتقد. يعني بص يا دكتور، اهم حاجه في الكوره دي مش ان انت بس جبت نقطه، لا انت كسرت سيرف مهدي طبعاً، عشان تقدر بعد كده تقدر اللي هيجي لك ترجع اللي بعديه اللي بعديه، مش هيكون بقوه ارسالات مهدي ده. اذا ان شاء الله ما خلصناش المباراه في الكورتين اللي جايين باذن الله، 24 او الجيم الاولاني في المباراه 24 الكورتين الجايين. الارسال مع النادي الاهلي، صلاح، يلا صلاح، احمد صلاح استقبال، احمد صلاح لعبه اقل قوه شويه، ومحاوله من النادي الاهلي، يلا حسين، يلا حسين، يلا يا حسيني، يعدي الكوره محمد عادل دوله البجر، وادي يا ولد يا ولد، سنجل بلوك يا 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 سنجل بلوك يا دوله، وحش ضل من الشبكه، محمد عادل طالع لوحده، خلي بالك يا دكتور، طالع لوحده على الشبكه، ضل من الشبكه يا كابتن، وجاب نقطه، ولك يا ولد يا دول، يا ولد يا دول، 25 زي ما كنت بتقول دلوقتي، ممكن ان شاء الله النقطه دي تبقى بتاعتنا وناخد الجيم الاول باذن الله. يلا صلاح، احمد صلاح على الارسال، بياخد نفس، الارسال من اعلى، استقبال اعداد نادي الزمالك، وحاط الصد، يا ولد يا ولد يا دوله، نقطه للنادي يا ولد يا دوله، 26 ايوه كده، عادل دوله، وحش وحش يا دوله، نقطتين ورا بعض من حائط الصد، يجيب التفوق للنادي الاهلي وينهي الشوط الاول 26-24، وفاصل ونعود لحضراتكم الى الشوط الثاني. يلا لعبه، يلا لعبه، خدنا لكم مره ثانيه بمباراه الكرات القمه
بين فريقي نادي الزمالك والنادي الاهلي بالصاله المغطاه رقم 3 في الدور في الدوري الممتاز الف، والترتيب او لوضع الترتيب من 1 لحد 8، وان شاء الله متقدم النادي الاهلي في الشوط الاول 26-24. يمكن يا دكتور كان التفوق يعني الحقيقه واضح نادي الاهلي، يمكن حسام يوسف كان نجم كبير في الشوط الاول، دولا كمان كان ببلوكات وسيرفات وكان شكل كبير جيد، احمد سعيد، لويجي، يندر، الحقيقه كل اللعيبه في ارض الملعب اللي نزلت قطب سواء الفتره اللي نزلها احمد سعيد احمد صلاح، الحقيقه كنا عاملين جيم كويس وقدرنا الكنترول سواء هجوم او دفاع، حولنا الفارق اللي كان بيننا وبين النادي الزمالك فعلا. وقلنا لحضرتك ان كابتن محمد عادل دولا قدر باتنين بلوكة ورا بعض وقف الماتش وخد الشوط ليه، يعني دي الخبره دكتور، قفل يعني زي ما بقول ايه، ضل من الشبكه فعلا، وهو كان عنده قوه عظيمه، ان شاء الله هيكمل الماتش بنفس المستوى، وان شاء الله الاهلي يفوز باذن الله في مباراه القمه الثالثه في الدوري. وعلى ايدك اليمين نادي الزمالك بتشكيله رقم 17 رضا هيكل، و احمد فتحي رقم 1 معد الفريق، رقم 6 محمد علي المهدي، ورقم هقول لحضراتكم الارقام، رقم 22 لعبه، رقم 10 شريف محمد رضا الليبرو الفريق، ومحمد مصطفى لعبه 22، وعلى ايدك الشمال فريق النادي الاهلي كابتن احمد صلاح ومحمد عادل دوله سنتر بلوك، وحسام يوسف معد الفريق، عبد الرحمن سعودي رقم 5 سنتر بلوك برضو، ومحمد عادل، دول زي ما كان بيقول الكابتن هيثم كابتن محمد صلحي وظف الاثنين يلعبوا، ودوادي محمد عادل خرج ونزل ليبرو الفريق النادي الاهلي الكوبي يوندر جارسيا، وادي احمد سعيد على الارسال. كده قلنا تشكيل النادي الاهلي، والايطالي معاهم الايطالي لوجي سالفا توني رقم 6، وادي الحكم الاول حسام محمود من منطقه اسكندريه بيشوف بيراجع مع الحكم الثاني ايمن وليد الخشن، كابتن ايمن وكابتن وليد الخشن، التشكيل او ترتيب الفريقين، واحمد سعيد على الارسال، احمد بيلعب ارسال قوي بيصعب هجوم نادي الزمالك، وادي محاوله من نادي الزمالك وتاتش نقطه نادي الزمالك، يمكن البلوك طلع بدري شويه الكوبي طيب البلوك بتاعنا طلع بدري شويه قبل الكوره، ولكن مفيش مشكله، مهم الستارتنج يا دكتور، لان احنا لازم زي ما بيقولوا نركب الشوط من الاول. واحد الزمالك ماشي النادي الاهلي، ورقم 11 على الارسال من نادي الزمالك، احمد يوسف هيلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، لا يا جماعه لازم نطلع قدام سنه الاستقبال زي ما حضرتك قلت، نرجع تاني المباراه، يمكن تركيزنا محتاج نرجع لتركيز اكيد الكرة. اكيد طبعا استقبال مهم جدا عشان نقدر نعود للشوط تاني 2-0. نخلي بالنا من الارسال ده، احمد يوسف بيلعب ارسال قوي، ارسال من اعلى استقبال فعلا، احمد سعيد صلح الغلطه بتاعت المره اللي فاتت وضرب وحائط الصد، قلنا برضو التغطيه على حائط الصد كابتن هيثم، لازم اللاعبين اللي في المركز الخلفي او المنطقه الخلفيه يخلوا بالهم من الثلاثه بتوع الشبكه او الثلاثه المهاجمين عشان يقدر طالع ازاي هيخش ازاي، لازم يخلي باله عشان الكره اكيد بتنزل في اي وقت، محتاجين نرجع تركيزنا الموضوع بس تركيز ان شاء الله. ارسال من الزمالك استقبال نادي الاهلي، يلا يلا يا شباب، وخطا اهو خطا نقطة على نادي الزمالك ونقطه للنادي الاهلي، بس حسام يوسف عمل حاجه ذكيه جدا، لقى الكوره طلع عمل فيك انه هيلعبها لما لقى قعد سابها، فدي يعني حسام يوسف يعني عمل لعبه فيها ذكاء جدا جدا، خدنا بيها نقطه ونقدر بيها نعود تاني للقاء. عبد الرحمن سعودي على الارسال، 1 الاهلي 3 الزمالك، عبد الرحمن من اللعيبه المتميزه في الارسال اهو، استقبال عداد، وادي محاولة هات الصد، يلا يا ولد نقطة جوه هو جوه، انا شايفينها جوه، لا حسبها خارج الملعب الحكم، يمكن هو اقرب الحكم للكرة، يمكن هي نازلة مراقب منه، مراقب الخط شاور له، هو بص مراقب الخط وهو بيدي القرار، رجعنا عايزين نخلي بالنا من الارسال بقى يا شباب، محمد مهدي على الارسال، ارسال من اعلى استقبال قوي من الكوبي، برافو، وادي مره ثانيه احمد صلاح وبيلعب الكره فوق حائط الصد، مره ثانيه نادي الزمالك، وادي
خلي بالنا مره ثانيه نقطه لنادي الزمالك. نرجع تاني لتركيزنا، الدنيا مش بعيده، هي شويه تركيز في الاستقبال ان شاء الله نعود تاني للمباراه. يلا يا رجاله عايزين نكسر الارسال ده. وقت مستقطع طلبه اكيد الكابتن محمد مصلح ميدو عشان ما استناش يمكن كابتن محمد مصلح ميدو، بس هو يعني احنا بعدم التركيز شويه المدير الفني خسر كده تايم اوت بدري، بس ما فيش مشكله لعيبه ترجع تاني تركيزها ونقدر نعود تاني للمباراه. هو عايز برضو اكيد في هو شايف حاجه معينه طبعًا. فعايز يقولها للعيبه عشان يعملوا حسابها في استقبال الارسال يا كابتن. طبعا ميدو. اكيد اكيد، وان شاء الله التعليمات دي تبقى مهمه جدا للاعبين وبيلتقطوا الانفاس وبيعودوا لتركيزهم تاني. يلا يا رجاله 5-1 لنادي الزمالك. الارسال مع نادي الزمالك، نخلي بالنا من الارسال يا جماعه. كابتن مصلح اهو قدام حضراتكم استقبال خارج الملعب باينه من الاول. برافو، يعني الحقيقه كويس ان احنا سيبناها تطلع لان كان ممكن يندر او احمد سعيد يروح عليها فنخسر نقطه، ولكن كانت قرايه جيده من الخط الخلفي للملعب. دي خبرات يا كابتن، خبرات يا كابتن هيثم، سواء في المنطقه الدفاعيه او المنطقه الهجوميه بيبقى كل لاعب عنده خبرات يقدر يتميز بيها. ارسال من احمد صلاح ولعبه كده خلف الشبكه ومحاوله وادي الدفاع عن الملعب اهو احمد سعيد وكره من الايطالي لوجي بره الملعب خارج الملعب بس تاتش لكن بلوك. فيها تاتش بلوك حسبها تاتش بلوك. بلوك بس يمكن الرفعه كانت للويجي جايه له وراه شويه فما قدرش يضرب ضرب كويس، ولكن مهم جدا نعود للمباراه تاني. يلا رجاله 2-6-2 والارسال مع نادي الزمالك 17 رضا هيكل. استقبال قوي اعداد من حسام يوسف وادي ضربه ساحقه خارج الملعب. خارج الملعب. يلا يا رجاله محتاجين نرجع تركيزنا تاني، محتاجين نحط الكوره جوه الملعب، والاستقبال لما بيكون زي الكوره اللي فاتت كانت لعبه يعني استقبال جيد خلينا نوصل للضرب بشكل جيد. ارسال مع نادي الزمالك 7 الزمالك 2 الاهلي. وادي هيكل وادي الكوبي وادي يا ولد ساحقه من احمد سعيد سريع من مركز 3. لعبة الجمهور بيحبها الضرب الخلفي ده بيكشف الملعب قدامك بتحط انت في الحته اللي انت عايزها. بص يا كابتن الضرب السريع لابد منه. نعم. سواء الخلفي او الامامي. رقم 6 على الارسال لوجي سيلفي توري المحترف الايطالي في النادي الاهلي بيلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد ومحاوله من الدفاع عن الملعب اهو الكوبي جارسيا. يا ولد يا صلاح يا ولد لعبها كده حلوه مع ان هو لعبها وهو رايح بصعوبه حلوة. ولكن جاب منها نقطه كده حلوه لمح ان البلوك ما فيش تغطيه وراه حطها ورا البلوك حلوه قوي قوي من صلاح ودي خبرات رجعتنا تاني للمباراه 7-4 الدنيا قربت. يلا يا رجاله لوجي على الارسال رقم 6 المحترف الايطالي ارسال من اعلى بيلعب بذراعه الايسر ذراعه الايمن استقبال ضربه ساحقه ومحاوله دفاعا من الكوبي جارسيا مره ثانيه وادي نقطه للنادي الاهلي تاتش نت وكانت نقطه حلوه يمكن استقبال يندر معلينا قوي طبعا يندر عنده امكانيات بدنيه وعنده تحركات يمين وشمال بيقدر ان هو يستقبل كويس 5 الاهلي 7 الزمالك والارسال مع لوجي بيلعب ارسال قوي اهو استقبال محاوله مره ثانيه من نادي الزمالك وادي حائط الصد بيرجع الكوره لنادي الزمالك ودي مره ثانيه اعداد بقى اهو حسام يوسف يا ولد يا ولد يا ولد احمد سعيد طالع وضارب وجاب زي ما بيقولوا بترول من الارض خلينا نقول ان دولا عامل مظلم الشبكه على نادي الزمالك النهارده شايفين حسام يوسف بيرفع لصلاح بيقول له خلص موفقين عايزين نمشي بالتركيز ده يا دكتور مهم لو مشينا بالتركيز ده وصلنا فرق نقطه صحيح. فرق نقطه والارسال معانا ان شاء الله كان فرق 5 نقاط ولكن الحمد لله بقينا نقطه واحده وما زال على الارسال لوجي على الارسال هيلعب ارسال اهو من اعلى استقبال اعداد هناك في مركز 4 ومحاوله في تاتش بلوك من النادي الاهلي من حسام يوسف ونقطة 8 نادي الزمالك 6 النادي الأهلي
كويس كويس، يعني احنا الحمد لله يعني الاداء رجع تاني الريتم الطبيعي في النادي الاهلي، يمكن فرق نقطتين ولكن احنا لسه في البدايه بنقدر نعوض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. 22 لعبه على الارسال، هذه سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي والمهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره بيشاهدوا المباراه. استقبال اعداد وضرب يا ولد حقا. يا ولد يا صلاح احمد سعيد احمد سعيد احمد سعيد, سعيد. لا 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 هاي هاي. لا 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 دي لا لا احمد سعيد النهارده يعني ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ما شاء الله ربنا يحفظك، ربنا يحميك يا ابني. وحسام يوسف رافع له كوره يعني ولا اروع ولا احسن من كده، طلعه من غير بلوك، بالمقاس بالمقاس يا كابتن. محمد عادل دوله على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى يا عادل يا عادل. معلش 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 ناخد الريسك ده مقابل ان احنا نقدر بسيرفين ثلاثة نخلص الجيم، بس محتاجين الاستقبال اللي جاي ده مهم جدا عشان ما نبعدش عنه. اكيد طبعا اكيد الاستقبال اللي جايه دي ممكن نعمل بيها وناخد بيها نقطة. اهو ادي لوجي وادي اعداد يا ولد يا ولد، ونقطة حلوة للنادي الاهلي من عبد الرحمن سعودي. رفع حلوة من حسام وعندك سعودي يعني ما كدبش خبر زي ما بيقولوا، حطها بمعلمه عشان تخبط في البلوك وتطلع. حسام يوسف على الارسال، معد الفريق رقم 12 النادي الاهلي، ونقطه واحده عايزين نكسر التقدم ان شاء الله نجيب التعادل. حسام يا ولد يا ولد قوي ونقيس، ربنا يحميك. نقطه للنادي الاهلي ونقطه التعادل، نقطه التعادل 9-9. يلا يا حسام عايزين نقطه كمان كده ولا 2-3 كده. حسام يوسف على الارسال رقم 12 معد الفريق طبعا لغياب عبد الله عبد السلام اصابه من مباراه طلائع الجيش. استقبال اعداد في مركز اربعه ومحاوله من حسام. معلش معلش كويس كويس كويس، مصلح حاول ولكن ما لحقش الكوره. كابتن محمد مصلح ميدو في الكوره كده بعد بعد عشان صلاح عشان احمد صلاح يلحقها، ولكن لما ما لحقهاش بيشجعه طبعا لان كود هاسل من احمد صلاح انه يحاول على كوره ميته الحقيقه، وده واضح من لعيبه النادي الاهلي ان في تركيز وفي قتال على الكوره. احمد فتحي على الارسال رقم واحد و10 الزمالك 9 الاهلي. استقبال النادي الاهلي اعداد حسام يوسف واحمد واحمد صلاح يا ولد يا ولد واحمد صلاح يا حلو. يا يا حلوة يا لعبة حلوة. لا 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 بالمقاس، احمد صلاح خلاص اتعود على حسام يوسف. صحيح اللعبة حلوة يعني الكورة لما بتبقى حلوة واستقبالها حلو ورفع جميل تلاقي حتى يعني الاهات بتطلع معاه. اكيد اكيد. احمد سعيد احمد سعيد على الارسال اهو. يلا يا ولد من نجوم المباراة النهاردة يا ولد. استقبال نادي الزمالك اعداد ومحاولة هنا يا ولد يا ولد صد ولكن تاتش بلوك قال لك بره. بس بص بص حتى هما يعني طالعين بدلك كويس حلو طالعين وحطيناها كويس والسيرف راح كويس جدا يعني معلش خسرناها بس نقدر نعوضها تاني. 11 احمد يوسف على الارسال، 11 الزمالك 10 الاهلي ونقطه واحده فارق. نخلي بالنا من الارسال ده قوي. استقبال اعداد حسام يلا يا لوجي، محاوله من النادي الاهلي وحائط صد بره بره نقطه للنادي الاهلي وحطها في زاويه صعبه جت في الشبكه وخرجت بره. نقطه كنا محتاجينها يا دكتور الحقيقه عشان نجيب التعادل. التعادل وبدايه بقى ان احنا ننطلق ان شاء الله من رساله عبد الرحمن سعودي باذن الله هيكون ارسال قوي باذن الله. هو خرج يندر ونزل سعودي على السيرف دلوقتي. هو خرج عشان كان هيخش على خرج تمام بس خرج و بلوك طلع يعني مشروك. مفيش مشكلة مفيش مشاكل مفيش مشاكل لسه. انا بقول دايما التغطية على حائط الصد والتغطية على الضارب يا جماعة. صحيح صحيح لازم لازم دول بيضيعوا نقط كتير. ارسال من نادي الزمالك 12 الزمالك 11 الاهلي نقطة واحدة. الماتش ماشي نقطة نقطة. الشوط ده كمان استقبال اهو الكوبي وضربه سريعه حلوة. من محمد حلوة. عادل دونا من مركز ثلاثه سريع يا عادل برافو عليك يا عادل. الجميل مطلعه من غير دفاع. حسام مطلع عادل من غير دفاع اداله البوشنج واداله الكوره مظبوطه بالمقاس. احمد صلاح على الارسال والتعادل 12-12. يلا يا ابو حميد نجيب ايس عشان نتقدم. احمد صلاح بيركز يلا يا ابو صلاح. استقبال اعداد نادي الزمالك وادي حائط صد
من حسام يوسف ونقطة للنادي الأهلي والتقدم للنادي الأهلي. أول تقدم دليل أول تقدم في الشوط ده، أول تقدم للشوط ده بعد ما كان نادي الزمالك فارق في البداية خمس كان نقاط، كان فارق خمس نقاط، كان 7-2. يا أحمد صلاح، يلا يا صلاح، أنا مسميه العالمي أحمد صلاح ده طبعا، من عائلة كروية كرة الطايرة. أحمد صلاح على الإرسال، استقبال من نادي الزمالك وإعداد، نخلي برافو يا صلاح، برافو يا صلاح، ضربة ساحقة من الإيطالي لوجي، ومحاولة مرة ثانية من نادي الزمالك، ولكن ولد خطأ على نادي الزمالك، دبل حلوة. صلاح استقبلها كورة قوية من مسافة قريبة، قدر يستقبلها بالكل بصراحة، بيبان هنا كان في كان, على كل كان عنده الدفع لما بلعب الإرسال ودخل على الملعب، فجات له الكورة 14 الأهلي 12 الزمالك، وقت مستقطع طلبه الكابتن شريف الشميرلي عشان يوقف يعني عشان يوقف الحماس والتقدم بتاع النادي الاهلي. ثلاث نقاط ورا بعض النادي الاهلي، اديته التقدم نقطتين. محتاجين نكمل كده يا دكتور، محتاجين إن شاء الله التركيز، إن شاء الله. محتاجين السيرفات القويه، يمكن لما بنجيب نقطه واثنين بنتشجع. يعني انا شفت احمد صلاح اول سيرفين لعبهم لعب سيرفات يعني مش ساحقه، سيرفات يعني فنية. نوعا ما فنية. فنيه، انما لما تقدمنا خد الثقه بقى يلعب سيرفات اقوى. محتاجين ان احنا نعلى نقطتين ثلاثه عشان اللي بيلعب السيرف يكون عنده ثقه انه حتى لو خسر السيرف مش ازمه، وبرضه الاستقبال لازم يكون اقوى عشان نكسر الارسالات بتاعه نادي الزمالك، ده اساسي. احمد صلاح على الارسال، مازال على الارسال، قلت لك ثالث مره ولا رابع مره. احمد صلاح هيلعب ارسال، بياخد النفس، ارسال من اعلى، احمد صلاح قوي جدا يا جماعه، قوي مره ثانيه، وحاط الصد في دفاع عن الملعب، وادي الايطالي بيضرب من ضربه من ساحقه من مركز اربعه ولكن ضعيفه شويه. محاوله ثانيه من النادي الاهلي للدفاع عن الملعب، احمد صلاح ومره ثانيه يا ولد، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه تحت عنوان صلاح محدش هيقرب من هنا، لان صلاح كورتين بيستقبلهم بيد واحده. أيوه. يعني صلاح النهارده بيدافع وبيهاجم، النهارده صلاح بيستقبل كورتين بيد واحده، صلاح النهارده بيقول محدش هيقرب، محدش هيحط فينا نقطه. احمد صلاح الارساله هما زان، نقول كلكيت خمس مره، وفارق ثلاث نقاط للنادي الاهلي، ثلاث نقاط دلوقتي، وبعد ما كنا نقطه لصالح نادي الزمالك الحمد لله، ثلاث نقاط يا مسهل. احمد صلاح انا بتفائل بالنفس ده يا صلاح، مش مشكله مش مشكله، خلي بالك ما هو يعني الفكره ان انت ارسالاتك القويه لازم يكون في ريسك، لازم هتخسر ارسال او 2-1 بره في الشبكه، في المقابل انت ضاغط الفريق المنافس ان شاء الله. مهم هنا بقى جاي دور الاستقبال، يعني خاصة ان هيكل على الارسال، في تغيير نادي الزمالك، يبقى هيكل على الارسال رقم 17، استقبال من اعلى الشبكة، جت في الشبكة، ونقطة للنادي الاهلي، نقطة للنادي الاهلي. هو ده اللي بقوله يا دكتور، يعني حتى الفرقتين بياخد الريسك انه يلعب سيرفات، فانت اللي بيتوفق وبيعدي بشكل جيد بيسهل عليك المهمة جدا ان شاء الله. الايطالي 6 على الارسال، لوجي سيلفا توري المحترف الايطالي رقم 6، يلعب ارسال من اعلى اهو، يلا ارسال قوي وصعب الدفاع شويه، وهات صد جميل من محمد عادل ومن حسام، ودي مره ثانيه في خطا على النادي الاهلي، حسام تاتش نت، بس دي محتاجين يعني نشوفها كويس للاسف، لان انا مش حاسس ان هي فيها، بس الحكم في حكم تاني وياه وهو المسؤول على موضوع الشبكه كابتن وليد الخجل. خلاص هي نقطه، مفيش مشكله مفيش مشاكل، نركز تاني. 14 الزمالك، استقبال يا رجاله، 16 النادي الاهلي، محمد لعب على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال كارسيا، وهذه مره ثانيه محمد عادل دوله، يا دوله يا دوله يا جامد، ما شاء الله، ربنا يحميك ربنا يحميك يا دوله. 17 وكمل كده. 17 الاهلي، 14 الزمالك، والارسال مع النادي الاهلي، محمد عادل دوله رايح له، الكابتن مصلح اهو بيديله تعليمات الارسال عشان يشوفوا هيضربوا فين، اهو شفت لعبوا فين، ارسال، وادي محاوله، يا ولد يا ولد يا ولد، صمودي قال له يا دوله انا موجود، انا موجود يا دوله هنا اهو، مفيش كره هتعدي، بلوك حلو، بلوك حلو، لا لا جميلة جميلة، لأنه ريست الإيد الكرة نازلة ورا الشبكة على طول، المقاس زي ما الكتاب بيقول، أربع نقاط، يمكن نلتقط أنفاسنا شوية يا دكتور، ولا مفيش التقاط أنفاس في المباراة دي؟ لا مفيش التقاط أنفاس، عايزين نضرب على طول وناخد. محمد عادل دولة، استقبال، عداد هناك، وأدي محاولة، نخلي بالنا
نحافظ على الاربع نقاط. مهم جدا الاستقبال اللي جاي، مهم جدا الاستقبال اللي جاي عشان نقدر على التقدم اربع نقاط. الاستقبال اللي جاي دوت هيوصلنا لنقطه 20. 15 الزمالك، 18 الاهلي، ثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي. والارسال مع 15 من نادي الزمالك محمد مجدي. محمد مجدي على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي وحسام يوسف واحمد سعيد، ومحاوله وخطا على النادي الاهلي. حسبها ايه، دبل ولا حسبها ايه كده؟ لا تقريبا شبكه، شبكه هي مش واضحه. شاور عليه، لا شاور، هو شاور على، شاور على لاعب. بس انا برضو شايف ما فيهاش حاجه يعني، معلش انا انا ما بعلقش على هو التحكيم. هو عبد الرحمن سعيد رايح يقول له مش انا بالزبط. انا عامل ما لمست يعني الشبكه يعني، انا شايف ان الكره دي محتاجه يعني في كورتين فيهم شك، بس ما فيش مشكله، ما فيش مشاكل. هو احنا مش عارف الاعاده، مش هنقدر ان شاء الله نعرف. ومحاوله يا ولد، برافو يا ولد، حلو سعيد، برافو، حلو، نفس القصه. دي خبره، دي خبره، ارى ان مفيش ريكفر على البلوك، حطها فطلع بالراحه وحطها بليسنج كده بسيطه وجاب النقطه 19. ربنا يحفظك يا سعيد، يلا رجاله نكمل. حسام يوسف على الارسال، يلا يا شباب. شايفين كابتن محمد يوسف حميدو بيسال الجهاز الفني على حاجه، يمكن عايز ياخد او يعمل تغييره. ضربه ساحقه ومحاوله، ده اللي احنا قلنا عليه التغطيه على حائط الصد، واحمد صلاح وجت في ايد حسام يوسف وعدت. خلي بالنا، خلي بالنا، كويس كويس يا رجاله. بص 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 يا دكتور، طالما في قتال في الملعب وطالما بموت على كل كوره ان شاء الله ما فيش مشكله، حتى لو خسرت النقطه دي هتجيلي اللي بعديها واعوض ان شاء الله. 17 نادي الزمالك، 19 نادي الاهلي، وفرق نقطتين. رقم 3 من نادي الزمالك اشرف اللقاني، سجلاته قوية أشرف. إرسال من أعلى، استقبال، إعداد من النادي الأهلي، وادي أحمد يا سعيد العب. حائط صد، وادي آدي الدفاع عن الملعب اللي بقول عليه اللي هو تغطية على حائط الصد. وادي محاولة ونقطة للنادي الأهلي. الحلاوة، الحلاوة للنادي. الحلاوة من سعيد النهاردة إنه لما طلع لقى البلوك مضلم الشبكة، خبطها في البلوك عشان تطلع بره، يعني لعبها زاوية، زاوية معينة. النهارده سعيد رايق ما شاء الله، ربنا يحفظه ويكمل كده ان شاء الله باذن الله. 20 النادي الاهلي، 17 الزمالك، 17 الزمالك والاهلي متقدم بفارق 3 نقاط وبيخارج الملعب. معلش يا سعيد حسدناك ولا ايه؟ ان شاء الله تتعوض. الحسيني اهو مكان احمد سعيد، عبد الرحمن نفس التجريد حصل في الشوط الاولاني، ان شاء الله باذن الله يتوفق حسين ان شاء الله. 11 على الارسال، احمد يوسف جميل جدا من عبد الرحمن اهو، قدر يستقبل الكره وعدى الكره. وادي دفاع نادي الزمالك مره، وادي الكوبي جارسيا بيلعب الكره. يا ولد يا ولد يا حسام يوسف، رفع صلاح بالمسطره في وقت يعني كل الملعب كان فاكر ان يوسف هيرفعها الناحيه الثانيه. 21 21 18، ثلاث نقاط لصالح النادي الاهلي. والارسال مع عبد الرحمن سعودي رقم 5. يلا سعودي، عايزين الكره دي، عايزين اربع نقاط تريحنا شويه. احنا فارق ثلاث نقاط، احنا الاقرب، عايزين النقطه الرابعه، احنا الاقرب ان شاء الله. اربع نقاط تريحك، تخليك على الاقل تتحمل لو في غلطه او اثنين حصل. يلا سعودي، عبد الرحمن سعودي على الارسال، عايزين ارسال كده ايس يا عبد الرحمن. ادي مره خارج الملعب، خارج الملعب. لا لا فيها تاتش، بيقول لك تاتش بلوك من عبد الرحمن ده. في ثلاث كور الحقيقه الشوط ده فيهم شكل كبير، يعني الكره نفسها شكلها يعني عارف لما بتعمل تاتش بتحس ان الكره غيرت اتجاهها. هنا الكرة محمد صلاح راح له و... يعني يعني ماشي، معلش مش عايزين نرفزها، مش عايزين نرفزها في الملعب، بس تركيزنا في الملعب. طالما انت عندك رصيد من النقاط تتحمل خطا هنا، مشكله فارق نقطتين لصالحنا، نقدر ان شاء الله نعوض النقطه دي باذن الله. ادي الاستقبال، وادي حسام يوسف ومعادل بيلعب الكوره مره ثانيه، النادي الاهلي جارسيا، حسام بيلعب لاحمد صلاح ولعبها بزراعه. تاتش بلوك، تاتش بلوك، تاتش بلوك، تاتش بلوك يا ميدو، بيقولها وباينه واضحه هنا غيرت اتجاهها الحمد لله كده. النادي الاهلي كده
ان شاء الله يعني ماشي الدنيا كويس. طول ما انت عندك رصيد نقاط وانت فوق العشرين ده بيستوعب خطا هنا خطا هناك، انت بتفضل راكب المباراه. محمد مصلح طيب حميدو بيقول لهم بتركزوا يعني هنا هنا الاشاره بتاعت محمد مصلح حميدو حلوه، بيقول لهم اهدوا تفقدش تركيزك. الكلام واضح عادل. انا كنت لسه بتقوله دلوقتي يا دكتور عادل بالذات ساعات بيتنفس بسرعه بالظبط اهو اهو بيكلمه برافو عليك يا دكتور بيقول له ركز ركز ما تخرجش بره تركيزك، وهو ده الكلام اللي اهو بص بص يا كابتن حافظ على تركيزك وبيقول له هو يمكن يعني التايم اوت ده جه في ميعاده عشان اللعيبه تاني ترجع لتركيزها. مهم جدا ما تخسرش تركيزك في النقاط الحساسه دي يا دكتور. 22 النادي الاهلي 19 الزمالك، مش عايزين نرفزه في الملعب. كابتن ميدو خد وقت مستقطع في وقت مناسب جدا عشان يهدي اللعيبه وبالذات محمد عادل، هو كان معترض على الكوره اللي جت او النقطه اللي ضاعت معلش ما لمستش ايده نقطه. احمد صلاح على الارسال استقبال واعداد وحائط الصد يلا يا شباب. ادي مره ثانيه نادي الزمالك استقبال حسام يوسف اعداد يلا صلاح يلا لوجي بلوك ضربة يا ولد يا ولد لسه بقول لك بلوك وعادل سامعني الله الله سنجل بلوك تاني وعادل نجح انه يحط كورة خرج ثانية واحدة ثانية واحدة لا ثانية واحدة حسابها خارج الملعب هو في ايه؟ لا لا في اعتراض على الحكم على الكورة دي لا كده في حاجة هو بيقول ان الكوره لفت الشبكه ورجعت في ملعبنا بس هم بياكدوا ما فيش مشكله ما فيش مشاكل 22 20 نرجع تاني نرجع تاني لارض الملعب نرجع تاني التركيز يلا 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 يا احمد معلش يلا يلا مش هيرجع في قراره الحكم معلش نعوض النقطه ربنا هيعوضها لنا ان شاء الله النقطه دي كانت هتفرق معانا جامد طلب وقت مستقطع الكابتن ميدو برضه عشان برضه نفس السبب يا كابتن هيثم صحيح لانه لازم تخش يعني خلاص احنا زي ما قلنا 22 20 الجيم هيبقى ماشي كده ايكوال يعني هنعمل ايه خلاص ركز في الجيم تاني خلاص كل اخطاء واردة جدا محتاجين نرجع تاني في الاستقبال والارسال واتصور ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي عندهم حتى لويجي اهو بيوجه ما تفقدش تركيزك الوقت ده محمد عادل برضه يلا حماس حماس كل ده حماس ما مرة. طبعا طبعا الارسال مع نادي الزمالك والكره اللي عدت دي احنا بصراحه مش عارفين حسب الحكم حسبها ازاي 20 نادي الزمالك 22 نادي الاهلي برضو احنا فارق انتوا كل صالحنا ان شاء الله نكسر الارسال ده بدا هيكل على الارسال ارسال من اعلى واستقبال لجارسيا واعداد حسام يوسف حلو حلوه حلوه يا صلاح يا ابو صلاح يا جامد بس يا ابو صلاح يا جامد شوف بيقول براجل ليه لانه هو الاستقبال من الاول كان قوي جدا الارسال كان قوي طبعا من هيكل طبعا وصلاح الجمله كلها على بعضها حلو يعني هي 100% الجميل ان لعيبه النادي الاهلي ما فقدوش التركيز ومحتاجين نكمل الكورتين اللي جايين فاضل نقطتين ان شاء الله وناخد الجيم الثاني يبقى احنا كده متقدمين نفس التغيير اهو احمد سعيد خارج داخل وعبد الرحمن حسيني خرج احمد سعيد اهو يلا رقم 6 على الارسال لوجي سيلفاتوري المحترف الايطالي السيرف ده مهم جدا 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 جدا, جداً. تروح لفرق 4 نقاط احسن ما تروح لفرق نقطتين يبقى انت برضو نقطه واحده هتبقى في غلطه او حاجه تبقى ان شاء الله ناخد الجيم باذن الله اي مفاجات ولكن ان شاء الله يا رب عندنا ثقه في اللعيبه يعني مش عارف الملعب واقف ليه في حاجه الارض مبلوله فطلبوا يعني احد عمال الصاله يعني مشكورا يمسح طبعا العرق والارتطام بالارض هو المفروض في المباريات القويه دي يعني اتحاد الكره الطايره يجيب بعض الناشئين اكيد يبقوا متواجدين يعني احنا في نص السنه كده نص السنه يا كابتن بس خلي بالك يعني هو يمكن الميه دي خارج الملعب انا يعني مش برضو مستغرب شويه ما هو يعني الميه خارج الملعب مش جوه الملعب بس ما فيش مشكله ممكن يعني يكون فعلا في شايف ميه في ارض الملعب والحكم يعني الحكم كابتن وليد الخشن معاه الحكم الثاني اهو بيكمل والارسال مع نادي الاهلي
ممكن لعيبه النادي الاهلي ما كانتش عايزه التوقف ده خاصه ان كان في صعود للنادي الاهلي. مفيش مشكله، ما ده برده صعاب ومطبات بتقابلك اثناء المباراه، انت بخبرتك لازم تتغلب عليها. نوجي على الارسال، ارسال من اعلى، ارسال قوي فعلا، واستقبال واعداد، والنادي الاهلي يلا خارج الملعب، بره الملعب، خارج الملعب إيه؟ ونقطه للنادي الاهلي 24 ده التقدم. بس معلش كدا. معلش يعني حكم المباراه منتظر ايه؟ الكره واضحه انها بره ملعب مش تاتش بلوك، بيبص على مين؟ انا برضو عندي كومنت غريب شويه او يعني ملاحظه على الثلاث نقط يعني هو ليه، هو ليه بيبص؟ هو كره زي دي واضحه بيستنى باينه خالص يعني مش مستني ان انت تشوف، فهو مستني استنى ثانيتين او ثانيه كده عشان يشوف. على فكره هو اتحاد الكره الطايره ممكن يكون دايما بيحط حكم ثاني اقوى من الحكم الاولاني عشان يسند، مفيش مشكله، عشان ياخدوا الماتشات بتاعتهم. لوجع الارسال واستقبال، يلا نقطة، نقطة ونخلص الشوط، بره الملعب، بره الملعب نقطة، والنقطة 25-20 الشوط الثاني. معالي الوزير عامل فاروق هنا، معالي الوزير عامل فاروق طالع يعني ضغط عصبي شديد. طبعا مباراة قوية، الشوط عدى كده يعني بصعوبة، الحمد لله 2-0 الحمد لله. فنروح وعدنا لكم مرة تانية قناة النادي الأهلي ومشاهدي الكرة الطايرة ومحب الكرة الطايرة كل جماهير النادي الأهلي الجميلة. الشوط الثالث من مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك في الموسم هذا، الموسم دي القمة الثالثة، القمة الثالثة، وهيبقى على يدك اليمين النادي الأهلي بزيه الأحمر، وعلى يدك اليسار نادي الزمالك بزيه الأبيض، والأهلي متقدم بشوطين مقابل لا شيء. الشوط الأول 26-24، وشفنا الشوط الثاني، الشوط كان صعب جدا وبالذات ثلاث كرات كانوا ورا بعض 25-20، وقدر النادي الأهلي بخبرة الكابتن محمد مصطفى حميدو إنه ياخد وقت مستقطع. يمكن يا دكتور يعني معلش أنا هقطعك في حاجة مهمة، الشوط الثاني كان أصعب من الشوط الأولاني من وجهة نظري. إيه؟ كان في تفوق خمسة في الأول، فرق خمسة لنادي الزمالك. الحاجة الثانية كان في عدم توفيق من الحكم، يعني أيا كان القرار كان بيكون إيه، ولكن شفنا في كورتين ثلاثة في عدم توفيق، يعني أنت في ثمان نقاط أنت راجع ورا نادي الزمالك ومع ذلك تقدر تفوز بالشوط، فده يدل إن اللعيبة منتلي مركزين جوه أرض الملعب. طبعا نادي الزمالك، النادي الاهلي كابتن محمد مصطفى حميدي خد وقتين مستقطعين في وقت يعني مناسب جدا، صحيح، وقدر ان هو يرجع محمد ميدو محمد عادل، محمد عادل دولا عن، لانه كان خرج عن تركيزه في بعض الكرات اللي كان الحكم حسبها، زي ما الكابتن هيثم كان بيقول ان في ثلاث كرات مشكوك فيهم او يعني مش عايزين فيها كلام، فيها 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 كلام، كلام كده ممكن تخلي الفرقه تخرج بره تركيز. أكيد، اكيد، ولكن يعني خبرات مهم جدا الشوط الحاسم ده، انت مهم جدا ما تفقدش اي نقطه بسهوله. يمكن الستارت مهم، عايزين نبتدي الشوط الثالث يا دكتور زي ما ابتدينا الشوط الاول، ما نخليش فرصه نادي الزمالك يفرق علينا بثلاث او اربع نقاط، ياخد مننا. نخلي بالنا بقى من ايه يا كابتن هيثم؟ الاستقبال الجيد والتغطيه على حائط الصد والضال، دول الثلاث حاجات دول ان شاء الله. وطبعا الضرب ده لابد منه، ده سواء ضرب خلفي او امامي من المراكز الاماميه من اثنين او اربعه، او ضرب سريع من ثلاثه، كل دي كلها مهارات، واللي بيحدد استخدامها هو حسين يوسف في الارض الملعب اللي ما شاء الله حتى الان بيقوم بمباراه رائعه. يمكن انا اقول وانا مطمئن القلب ان حسام يوسف نجم المباراه النهارده حتى الان، وانا مطمئن لان هو الحقيقه بيدير الفرقه، والعبء عليه يمكن هو اللعيب الوحيد اللي ما خرجش من ارض الملعب. احمد صلاح خرج شويه ودخل، حسام يوسف حتى الان ما خرجش، لعيب حمل كبير منتال، حمل كبير فيزيكال على الشبكه والاستقبال والاعداد. ربنا يحفظك يا حسام وكمل هنبدا زي ما هنبدا الشوط اهو، الشوط الثالث، وبالتوفيق للنادي الاهلي. الشوط الاولانيين الاول 26-24، الشوط الثاني 25-20، ومحمد المهدي على الارسال، نكسر الارسال ده يا شباب يلا. استقبال اهو جارسيا الكوبي، ولد يا ولد يا صلاح، برافو احمد صلاح يا ولد يا ولد، ركب الكوره من اعلى منطقه وجاب نقطه كده اهي من اعداد خلفي من حسام يوسف اهو طالع وفوق حائط الصد. الاعداد ثلاث ارباع الشوطه. يمكن انا شايف هنا حسام يوسف خرج، انا شايف ولا انا بس تيجي الصوره صح؟ لا حسام يوسف موجود يا كابتن، موجود في الملعب، موجود، لا موجود في الملعب. ضربه ساحقه ومحاوله من النادي الاهلي، حسام يوسف اهو شغال في كله، بيعد وبيضرب وبيدافع وارسالاته قويه وعليه عبء نفسي زي ما كابتن هيثم كان بيقول. محاوله مره ثانيه ونقطه، ونقطه لنادي الزمالك. كابتن محمد لعبه اتخبط في زمايله، ان شاء الله بسيطه، احد زمايله
اهو الليبرو محمد رضا وقع عليه وهو بيحاول ينقذ الكره او يدافع عن الكره. نتمنى السلامه لكل لاعبين طبعا اكيد يعني طبعا سلامه اللاعبين اهم من اهم من اي شيء. هو لسه هو بيشوف الحكم بيشوف بس انا شايف الارسال معانا يعني حسبها النادي الاهلي حسب النادي الاهلي يعني بيتهيألي كده اتنين النتيجه صح يا كابتن؟ المفروض اتنين انا مش عارف ما غيرش يعني النتيجه ليه؟ النتيجة. وادي ضربه ساحقه ومحاوله لا يا عبد الرحمن زي ما قلت حضرتك يا دكتور مهم جدا الريكفر ورا الارسال او اتنين النتيجه دلوقتي 1-1 النتيجه دلوقتي 1-1 كنا محتاجين الريكفر اللي ورا يمكن سعودي يمكن هو وكان في ريكفر كان حسام يوسف كان طالع وكان طالع الايطالي كمان ده كان ستة كان طالع وكان في ريكفر صح ولكن هو اللعبه او هو يعني تقديره للكره كان كده ارسال من اعلى نادي الزمالك استقبال النادي الاهلي وادي اعداد كده من احمد صلاح وبيضرب الايطالي لوجي ومحاوله مره ثانيه واهو دفاع عن الملعب احمد سعيد لوجي تاني حلوه 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 كرة تيجي كده في رقم 15 من نادي الزمالك وتبقى تنزل ارض الملعب الحلوه يا دكتور انت لما بتجيب نقطه اوت اوف سيستم دي صعوبه كرة رافعها الليبرو طالع اهي الاعاده بقى اهي صح هتبين لنا بقى الايه حلوه الخبرات والعرفانه واللعب كرة اوت اوف سيستم وتاخدها نقطه دي بتبقى انجاز كبير لان انت بتكون مستقبلها متكعبله شويه بتجيب منها نقطه فدي تعتبر يعني انجاز كبير او حاجه مهمه جدا تاخد نقط كتير من الاوت اوف سيستم هزار طريف كده من احمد سعيد وجارسيا الليبرو الايطالي الكوبي سوري بيهزروا مع بعض في ارض الملعب يعني مداعبه كده بسيطه احمد صلاح الارسال احمد صلاح رقم 4 بيلعب ارسال خارج الملعب يعني مفيش مشكله برضو البدايه يعني ماشيه ايكوال احسن من الشوط الثاني لما في نادي الزمالك فرق 5 اهداف عنه 2-2 دلوقتي 2 الزمالك 2 الاهلي والارسال مع احمد يوسف ارسال من اعلى نخلي بالنا عدت من ملعب نادي الزمالك وطبعا البلوك اهو حائط صد من النادي الاهلي حسام يوسف وعبد الرحمن سعودي بلوك تاني هو محاولة يا ولد برافو يا ولد يا سعودي برافو برافو يا ولد يا حسام يا يوسف ايوه كده ايوه ايوه حسام بيشاور اللعيبه بيقول لهم العبوا بقلب صح كده يا يوسف صح كده مهم جدا التركيز في الشوط الثالث بيديهم دفعه معنويه وبيديهم دفعه معنويه وتشجيع اهو طالع وجاب النقطه الاعاده جميله يا ولد يا يوسف الاعاده شكلها حلو قوي 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 كمل يا حسام زي ما انت كمل يا ولد ان شاء الله تخلص لنا ماتش النهارده يا حسام 3 الاهلي 2 الزمالك 6 على الارسال لوجي المحترف الايطالي والارسال من اعلى استقبال محمد رضا اعداد الزمالك ضربه ساحقه ومحاوله من لوجي وجارسيا الكوبي ولعب واحمد صلاح عداها كده مره ثانيه ايوه كده الدفاع او التغطيه على حائط الصد طولت الكره والكره هنا وكره هنا سجال ما بين الفريقين ومحاوله من النادي الاهلي اهو حسبها نقطه لنادي الزمالك ولكن ده ما يقللش ابدا ما يقللش ابدا من مجهود النادي الاهلي طبعا لا لا رالي كان كبير جدا في الكره اللي فاتت استقبال قتال على كل كره ادى انذار لحد 11 احمد يوسف على الاعتراض طب ما هي النقطه راحت نادي الزمالك الاعتراض على ايه؟ هو اهو طلع في حاجه انا برضو مستغرب يعني هو اداك النقطه ماشي هو اداك النقطه ماشي 15 ركزنا نكمل ده واضح احنا فيه في الملعب نكمل مفيش ازمه خالص ان شاء الله محمد مجدي على الارسال رقم 15 هيلعب ارسال من اعلى استقبال من جارسيا اعداد احمد سعيد يا ولد بلوك هتصد اهو خلي بالنا خلي بالنا خلي بالنا ده يمكن اول تقدم لنادي الزمالك في الشوط ده محتاجين كورتين ثلاثه استقبال على فكره الجيم ده هيبقى فيه قتال كبير جدا طبعا الزمالك لان هو دي الفرصه الزمالك الاخيره يعني دي الفرصه الاخيره الفرصه الوحيده ليه ان هو عشان يرجع للماتش تاني يوندر يمكن بيقول لي ويجي سيبها لي يمكن ما حصلش حس ما خدوش بالهم ميس كوميونيكيشن بالاثنين بس مفيش مشكله كويس نقدر نعود تاني المباراه فرق نقطه واحده في بدايه الجيم ولا حاجه الارسال مع نادي الزمالك رقم 15 محمد مجدي استقبال عدى حسام كده معلش محتاجين نرجع تركيزنا تاني اتصور أيوة. كابتن محمد مسال حميدو ممكن يطلب تايم اوت اتصور لو خد تايم اوت بس هيستنى النقطه دي يشوف الموضوع هيستنى صح على الارسال 5 الزمالك تغيير
عبد الرحمن، عبد الرحمن الحسيني نازل مكان لوجي رقم 6 الايطالي المحترف. هو ممكن يكون كان الاداء بتاعه لا رؤيه فنيه، وهتلاقي ما فيش دقيقتين ثلاثه ونزل ارض الملعب تاني. على رسال 15 محمد مجدي، رسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، اعداد حسام يا ولد يا ولد يا ولد، برافو 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 برافو، سريع من مركز ثلاثة وخلفي من حسام يوسف، وبيضرب عبد الرحمن سعودي وبيجيب نقطة من فم الاسد. يمكن النقطة دي أجلت التايم أوت، لأن هو كان أنا أتصور لو كان في ثلاث نقاط كان كابتن محمد صالح بيده هيطلب التايم أوت، ولكن نقطة زي الشوط اللي فات يا كابتن. صحيح. يلا سعودي سيرفاتك الحلوة دي محتاجين نقطة كمان إن شاء الله. سعودي عبد الرحمن سعودي بيلعب إرسال من أعلى استقبال الزمالك، إعداد خلفي وهناك قوية قوية جدا قوية. البلوك كمان طلع مشروخ، البلوك طلع حطها ما بين إيدين البلوك، ما فيش مشكلة. استقبال المهم اللي جاي ده برضه يا رجالة 6-4 وإحنا فايزين شوطين والأولوية لينا. على الإرسال، إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي، إعداد حسام أحمد صلاح يا ولد يا ولد يا احمد، ضربه ساحقه لا اروع ولا احسن من مركز اثنين، حطها بزاويه عشان تسقط ورا الشبكه. احمد صلاح لما بنقول انه من احد اساطير اللعبه عشان ده، عشان اللي احنا شايفينه في الملعب. بص يا كابتن بص اهو طالع طالع طالع، لمح بعينه كده البلوك، حطها بزاويه عشان تسقط تحت الشبكه، حتى في ايد البلوك نزلت ورا الشبكه، عشان كده ده احمد صلاح. استقبال نادي الزمالك ومحاوله تغطيه، يلا يلا يا حسام احمد صلاح تاني تاني مره ثانيه، ومحاوله من النادي الاهلي للدفاع عن الملعب، جارسيا كوبي، وهذه مره ولعبها صوابع، يلا بلوك يا رجاله عبد الرحمن الحسيني، نغطي نغطي على حائط الصد، يلا يا احمد يا سعيد يا ولد يا ولد 100 100 معلش يلا رجاله نكمل، لسه ما زالت الكرة في الملعب يا ولد يا صلاح يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كرة حلوة في قتال في الملعب، تركيز، برافو يا رجالة برافو يا رجالة برافو يا رجالة، أحلى لعبة في المباراة كتيبور. أهي يا كابتن هيثم أهي دي آخر كرة حاططها من زاوية صعبة 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 جدا. دايما يا كابتن اللي زراعه أيسر بيتميز بالأداء في الضرب الساحق، وإحنا كان عندنا في النادي الأهلي زمان الكابتن أيمن رشدي صحيح كان زراعه كان خطير خطير خطير. صلاح يستاهل تقل ذهب والله، ربنا يحفظك يا صلاح. ارسال من نادي الاهلي، حسام يوسف يلا يا ولد يا بطل، استقبال اعداد ومحاوله هناك كده خارج بره الملعب، بره الملعب خارج الملعب، اللاين تاتش بره، حكم اللاين شاور بره الملعب، هنشوفها في الاعاده، حكم الخط رفع الرايه، لو تعيدوها لي تاني يا جماعه، حكم الخط رفع الرايه فوق ما شاورش بالرايه جوه، معلش لو نقدر نعيدها بسرعه قبل ما اللعبه تبتدي او حتى في اول توقف استاذنكم تعيدوها. ارسال من نادي الزمالك 19 مصطفى دبشه لسه نازل الشوط ده بره خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه التعادل 7 الاهلي 7 الزمالك. يلا رجاله سعيد اللي هيرسل، يلا ارسال احمد سعيد عزيز الشوط الثاني كده 3-4 نقاط من ارسالك يا سعيد ان شاء الله. احمد سعيد على الارسال بيلعب ارسال قوي، استقبال نادي الزمالك، اعداد خلفي هناك ومحاوله، لازم نخلي بالنا لازم نخلي بالنا، معلش معلش هتمشي نقطه نقطه كده للاخر، انا اتصور ما نفقدش تركيزنا، خلينا في التركيز، تفقد نقطه ما تفقدش اللي وراها، دايما كده في الكره الطائره مهم، فقدت نقطه اللي بعديها ما فقدتها، ما تفقدش نقطتين ورا بعض، هتفضل كده ماشي مكلبش في الجيم زي ما بنقول بلغه الرياضه. 8 الزمالك 7 الاهلي، وما زال احمد محمد مهدي على الارسال، يمكن اقوى ارسالات في نادي الزمالك مهدي مهدي باين حتى من المباريتين اللي فاتوا كان عامل اذاعه كبير جدا لدفاعات النادي. ارسال من اعلى وارسال قوي، استقبال برافو عبد الرحمن الحسيني، وضربة ساحقة سريعة من عبد الرحمن الحسيني، جاب تاتش بلوك ماشي، لو تاتش حسبها لنادي الزمالك يعني مش قادرين نحكم عليها بأمانة قوي يعني، انا شايفها من عند تاتش بلوك بس ما اقدرش اقول حاجة، لما في كور كانت واضحة جدا، لا في كورتين في ثلاثة في الشوط اللي فات يا كابتن. طب احنا دلوقتي فرق نقطتين دول يا كابتن، محتاجين ان احنا بقى يعني نعود لتركيزنا تاني عشان دخلنا في المنتصف، انا متهيألي كابتن ميدو لو طلب لو في نقطة ثالثة هيطلب وقت اكيد،
بره خارج الملعب والنقطه الثامنه يعني للنادي الاهلي. الارسال بتاع مهدي لما بيتكسر انا بقول الحمد لله، لان هو اقوى ارسال في صحيه في نادي الزمالك. ومع ذلك يعني انا ما افتكرش ان اتخذ نقطه مباشره من مهدي على دفاعات النادي الاهلي، ومعنى كده ان احنا دفاعاتنا الحمد لله ناجحه. دول على الارسال، محمد عادل من الارسال من اعلى وبيلعبوا تكتيك فني كده، والاستقبال ومحاوله من النادي الاهلي خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. حسبها تاني في هنا في تذبذب في القرارات، وده اللي بيخلي اللاعب ماشي ماشي مفيش مشكله. استنى هنبص عليها في الاعاده يا كابتن. لا مش هتبان دي قدام الحكم، هي ادرى واحد هي بره هي بره بس التاتش بلوك ولا لا؟ جت تاتش بلوك بس هو سوفرها للنادي الاهلي. ارسال من اعلى نادي الزمالك فارق نقطتين 10 8 والارسال، وادي احمد صلاح بيلعب ضربه ساحقه كده، محاوله ثاني النادي الاهلي يعود للمباراه، وادي نقطه للنادي الاهلي. خطا الزحلق هيكل نزل تحت الشبكه عدى الشبكه، فده نقطه للنادي الاهلي. بس انا يعني انا مش عايز اعلق كتير على التحكيم، ولكن القرارات اللي بقى فيها اهتزاز على التحكيم. ما هنعمل ايه طيب يا كابتن هيثم؟ يعني احنا قاعدين بنحاول نعدي بس مش قادرين نعدي بصراحه اكتر من كده يعني الاضطراب. بس اللي عاجبني ان لعيبه الاهلي مستوعبه ده ومش مركزه مع اداء التحكيم على قد ما مركزه. مش عايز اقول كلمه كده ما ينفعش اقولها. ارسال من احمد صلاح، استقبال، برافو احمد صلاح، برافو دي. يلا يا حسام يا ولد يا ولد يا سعودي اللي عمل النقطة دي سيرف صلاح. الله عليك. خلى كرة تعدي سهلة لينا، حطينا ضرب سريع وخدنا النقطة. يا ولد يا صلاح محتاجين 6 نقطة التعادل 10 10. نقطة التعادل أهو، حسام طالع بص بص بص. الله عليك يا سعودي، الله الله. بنفكر السادة المشاهدين تقدم النادي الأهلي في الأشواط 2-0 حتى. يلا سعودي. أحمد صلاح بإرسال من أعلى، استقبال، إعداد. هناك في مركز أربعة ومحاولة بره الملعب خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي. يا عيني يا صلاح يا صلاح، مش عايز ترفع إيديك ليه يا كابتن؟ السيرفات السيرفات حتى الآن هي كلمة سر. 11 الأهلي 10 الزمالك. في حالات عدم رضا كده على وش كابتن حامد مسامح حميدو، هنسأله بعد الماتش ليه. بس يلا يعني أحمد صلاح محتاجين النهارده التركيز زي ما أنت ماشي يا صلاح. بدأ يتجرأ في سيرفاته، بدأ يتجرأ صلاح مع الجيم. أهي ارسال من احمد صلاح ومحاوله يا ولد ونقطه للنادي الاهلي. النقطه 12 وفارق نقطتين لصالح النادي الاهلي. وتايم اوت كابتن شريف الشمرلي. لازم كابتن شريف هات بعد سيرفات صلاح. بص يا كابتن، هو ده اللي بقوله، لما انت بتمشي في المباراه وبتركبها بتدي ثقه للاعيبتك. يعني انتوا اللعيبه دايما هي بتدي ثقه لنفسها. النهارده شفنا النهارده احمد صلاح بعد ما ركبنا بشوطين وبدانا يعني نجيب التعادل في الشوط ده، اتجرأ بدا يلعب سيرفات اقوى فيها ريسك اعلى. طبعا دفع معنويه ليه يا كابتن. بالظبط، وبالتالي انت ادائك اللي بيديك الثقه، اداء الفرقه هو اللي بيديك الثقه. النهارده الحمد لله كل اللعيبه نجوم، محتاجين نكمل ال 12 13 نقطه اللي فاضلين، ونقدر لو قدرنا نفرق 5-6 نقاط في النص الثاني من الشوط ده هيريحنا قوي، ونستوعب اي اخطاء سواء من التحكيم او مننا في نهايه الشوط. ارسال مع نادي الاهلي، احمد صلاح العالمي، ربنا يحميك يا كابتن. صلاح منتظر اشاره الحكم، بياخد النفس. انا متفائل بالنفس ده يا كابتن. اهو اهو استقبال نادي الزمالك، اعداد ومحاوله وحائط الصد ودفاع عن الملعب. ما شاء الله ده احمد صلاح يا ولد يا ولد يا ولد. ايوه افرح افرح يا سعيد، لان سعيد اللي جاب الكره دي من بره. سعيد سعيد فرحان لانه بيجري في الملعب، لانه هو اللي جاب الكره دي من بره الملعب. وصلاح قال له انا مش يعني مش هضيع هديتك يا سعيد. وقع حتى بتاع الشبكه. رباط الشبكه، قوه الضربه صلاح الشبكه خبط في قايم الشبكه. بس انت قدها وقدود يا صلاح، يعني يمكن من قوه الضربه ومن قتاله انه يحطها من زاويه صعبه، راح ناحيه العمود بتاع الشرف. الف سلام عليك يا صلاح، انت راجل وقدها وقدود ان شاء الله. معلش يا جماعه لو نقدر نعيد في التوقف الكره دي من الاول، واحمد سعيد بيستقبلها يا ريت. حتى بيعملوا تاني، بيعملوا حامي البلاستيك او السفنجه دي عشان الارتطام باللاعبين بالقائم ده. الف سلامه، محتاجين نراجع وسائل الامان طبعا يا كابتن. طبعا سلامه اللاعبين اهم من كل شيء. الارسال مع النادي الاهلي، كابتن وليد الفيشن خلص 4 نقاط متتاليه من يعني الاطار الاسفنجي
صلاح محتاجين السيرف الخامس ليك يا صلاح ان شاء الله محتاجين نفرق. يلا يا ولد يلا يا ولد. احمد صلاح على الارسال. يلا يا ابو صلاح. نفس. ارسال من اعلى خارج المحل. مفيش مشكله خالص. هو ده الريسك وهو ده اللي لازم يحصل. اضغط بالارسال حتى لو ضاع منك ارسال او اثنين بس مش اكتر من كده. والحقيقه النادي الاهلي ناجح حتى الان كده. ارسال مع نادي الزمالك احمد يوسف رقم 11 هيلعب ارسال من اعلى. استقبال اعداد من نادي الاهلي حسام يوسف عبد الرحمن. يا ولد يا ولد خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. نقطه اتصدر ولد عملاق يعني بصراحه يعني حسيني يوم بعد يوم بيثبت ان هو ولد ما شاء الله لعيب نجم وقدر. عبد الله عبد السلام نجمنا المصاب. الف سلام عليك يا حبيبي. قدامنا وجنبه محمد حسين يا عبد الرحمن لاعب نادي سموحه. ارسال محاوله من ماشي مره ثانيه نادي الزمالك و يا ولد سعودي بيرجع الكوره بلوك لنادي الزمالك. محاولة مرة ثانية. يلا يا حسام بقى. يلا يا حسام. يلا يا أحمد. يا ولد يا صلاح. يا ولد يا ولد يا ولد. الله عليك يا أحمد. الله عليك. يسقفوا له برة أهو. يعني حلوة حلوة استقبال والهجوم والرفع. نكمل يا رجالة فرق أربع نقاط. نقدر نجوز دلوقتي. إحنا اللي فايقين. ما شاء الله. لعبة حلوة ورفعة من حسام يوسف نجم المباراة. صلاح قال له يا يوسف أنا مش هضيع الهدية. نقطة للنادي الأهلي. على الارسال النادي الاهلي وارسال من اعلى قوي. ارسال قوي. استقبال ومحاوله مره ثانيه. ادي الدفاع عن الملعب اللي احنا قلنا عليه وتحسن الشوط ده. يا ولد يا ولد. تاتش للنادي الاهلي. نقطه. النقطه 16. صلاح حامل الشوط الثالث حدوته. كل ما هو صلاح جميل. احمد صلاح محمد صلاح يعني محمد صلاح في كره القدم جميل. احمد صلاح عائله. انا حبيت صلاح كلها. والله العظيم حببوني في اسم صلاح. عائله صلاح كلها بتاعت الكره الطايره. والله كابتن خالد العوضي كده في حوار مع العمري فاروق نائب رئيس النادي سياده الوزير. طبعا سياده الوزير مهتم جدا جدا بالالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه حتى لما كان عضو مجلس اداره تحت السن في مجلس اداره النادي. ارسال قوي خارج الملعب. معلش يا حسين زي ما قلنا. معلش يا حسين الضغط بالارسال مهم حتى لو تخسر ارسال واثنين. مش عايز الساده المشاهدين يبقوا زعلانين لانه ده جزء من الريسك اللي بتاخده او المخاطره اللي بتاخدها في الارسالات القويه. الارسال مع نادي الزمالك 15 على الارسال محمد مجدي نادي رضا هيكل. استقبال النادي الاهلي جارسيا فعلا ولكن محمد مهدي كده استغل الكره فوق الشبكه وضربها. معلش استقبال طول شويه. نرجع لتركيزنا تاني يا جماعه ما نخسرش نقطتين ورا بعض. يلا يا جماعه نرجع لتركيزنا تاني. 13 الزمالك. برافو كابتن محمد مصلحي. تايم اوت كابتن محمد مصلحي. برافو يا كابتن محمد مصلحي. تايم اوت في ميعاده 100%. هو حاسس ان مش عايز يخسر اكتر من كده نقطتين. مش عايز يخسر. لازم نركز اهو تعليمات. عايز يوقف نادي الزمالك شويه. بص يا كابتن التايم اوت هدفه الرئيسي هو الكلام ده. الكلام اللي بيحصل باللعيبه لان الملعب الكوره سريعه ما بتديش فرصه نتكلم. الحوار اللي بيدور بين اللعيبه ده هو ترتيب الصفوف مره اخرى وده الهدف من التايم اوت. برافو كابتن محمد مصلحي ميدو اداره فنيه جيده. ربنا يحفظك ان شاء الله وكمل اللقاء زي ما كنا ماشيين كده في الصبح. 13 نادي الزمالك 16 الاهلي والارسال مع محمد مجدي رقم 15. ارسال من اعلى اهو. استقبال النادي الاهلي خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. نقطه لصالح النادي الاهلي 17. والارسال ينتقل الى النادي الاهلي. يلا سعودي محتاجين نقطتين ثلاثه لازم نوصل لل 20 بدري. ده هيريحك وزي ما قلنا بتستوعب اي اخطاء في الملعب. عبد الرحمن سعودي على الارسال. ارسالك يا سعودي. ارسال من اعلى. استقبال وحش. محاوله يا ولد محمد عادل تاني. معلش هو يمكن الكره ما علتش قوي بس تقدير يعني هو برضه رايح هو يكلم هنا في حاجة الحكم الثاني في حاجه. كابتن محمد مصلحي بيتكلم. مهدي لمس الشبكه على فكره. مهدي في الكره الاولانيه لمس الشبكه. طب معلش عيدوها لنا تاني يا جماعه. عيدوها لنا تاني يا جماعه محتاجين نشوف كده كلام. والحكم الثاني قال قرار والحكم الاول قال قرار في لمس شبكه نتاكد منه بس. احمد صلاح حط ايده على صح. ارجعوا ركزوا كده بس خلاص صح كده صح
صح كده. طب بص اعتذر احمد صلاح خلاص بقى ركز محمد مهدي ولعيبه الزمالك كلها وعدى الناحيه الثانيه. صح يا صلاح، صح يا صلاح، محتاجين نركز، وارد ان نقطه تروح ونقطه تيجي، وارد جدا، ومحتاجين دولا برضو يرجع تاني تركيزه في الملعب. بس لو استاذنكم نعيد الكره تاني، يعني لو نقدر نعيدها يعني هيبقى 14 الزمالك، الاهلي 17، وادي ارسال من اعلى استقبال جارسيا، وادي صح كده، صح كده احمد سعيد يا ولد، يا نرجع ولد تاني، يا وارد تسلم ايدك يا ابو حميد، تسلم ايدك، وارد جدا. 18-14 تاني ليدنج باربع نقاط مطلعه بصراحه يوسف فاضي بدون دفاع، يبص ويشوف يحطها فين ويختار المكان الفاضي ويحطها فيه عشان تبقى نقطه لنادي الاهلي. اربع نقاط لصالحه، 18-14، وحسام يوسف على الارسال، تسلم ايدك يا حسام، ربنا يحميك. ارسال من اعلى استقبال، اعداد هناك، ومهدي بيشوط، وحائط صد بتاعنا قوي جدا، محمد عادل واحمد صلاح واحمد سعيد مره ثانيه يا احمد، يلا يلا، برافو، ادي اللي بنقول عليه التغطيه يا ولد، يا ولد خارج الملعب. هنا النقطه دي تحت امضاء حسيني، حسيني استقبال رائع من حسيني في كوره كانت يعني قويه جدا، رجعها واحياها تاني وقدرنا ناخد نقطه مباشره. ما شاء الله، نقطه للزمالك، نقطه للزمالك. بس انا عايز اقول حاجه يا كابتن، هنا 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 كان في استقبال جيد جدا من حسين طبعا، يعني حتى لو نقطه للزمالك وفرضا ان احنا خسرناها، بس كان في اداء جيد. لا هو اتعملت جمله حلوه بس ما جت في الاخر وعدت لنقطه النادي الزمالك. حائط صد نادي الزمالك، نرجع تركيزنا تاني يا رجاله. ايوه دفاع جارسيا، برافو، واحمد صلاح عايز يلعب الكوره، خلي بالك خبط حسيني، ابو احمد حسيني. الف سلامه عليك يا حسين، كويس، جود هاسل لوحدي ان شاء الله، اكيد مش هتروح. يبقى فارق نقطتين دلوقتي كده، كده 18-16، نرجع تاني. صلاح بيكلم يعني يندر في حاجه، محتاجين نرجع تركيزنا تاني. الف سلامه عليك، الحمد لله، جود هاسل حسيني الحقيقه. ونرجع تاني للكوره، دبشة على الإرسال، رقم 19 مصطفى دبشة، استقبال النادي الأهلي، أهو إعداد حسام سريع يا عادل يا دولة. أيوة. ونقطة أيوة. للنادي الأهلي، نقطة أيوة. للنادي الأهلي، هو كده، هو كده، بدل ما كنا مهمة جدا بدأنا طلعت ثلاث نقاط، لا قدر الله كنا خسرنا النقطة اللي فاتت دي، كنا هنبقى فرق نقطة كده، احنا فرق نقطتين، ثلاث نقاط، 3-19 للأهلي بالظبط، 19 النقطة دي كانت مهمة جدا، 19 طبعا، اللي جاية اللي جاية تريحنا إن شاء الله. يلا سعيد، احمد سعيد على الارسال، ارسال معلش مفيش مشكله، تيجي في الشبكه وتبقى نقطه لنادي الزمالك، الارسال مع نادي الزمالك، 17 للزمالك 19 للاهلي، الارسال مع محمد مهدي بقى، نحاول نكسر الارسال ده يا شباب. كابتن ميدو تحس انه هيلعب من كتر شد العصب يعني. استقبال كويس جدا، اهو اعداد، يلا يا احمد ولد يا ولد، بص ايه ده، بص الجمال، بص الجمال يا دكتور، بص الرفعه، بص الاستقبال، وبص الضرب، هو محمد بيقول بسم الله ما شاء الله، احمد صلاح ايوه بيقول بسم الله ما شاء الله، لان فعلا فعلا جميله. لا لا لا، جمله 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 بصراحه، استقبال رفع استقبال رائع، والاحسن منه الاعداد، والاحلى والاحلى واحلى الضربه الصحيحه من احمد صلاح. اهو بص ده ارسال تكتيكي كده بلوحات صد خارج الملعب، مفيش مشكله، خلينا ماشيين كده نقطه نقطه. 20 الاهلي، 18 الزمالك، نقطتين فارق، ما نقلش عن كده يا رجاله. 3 على الارسال اشرف اللقاني، احمد صلاح اهو مترقب الارسال ورايح بيدافع كمان، عبد الحسيني واعداد يا ولد، جول ملعب دي اللي انا بقول عليها دايما، لازم نغطي ونرجع بسرعه، معلش معلش معلش، يلا يا رجاله معلش، بس هي كانت حلوه بصراحه، يعني حتى بالرغم ان احنا خسرناها، الرفع حلو لاحمد سعيد، ولكن البلوك كان موفق فيه. اللقاني على الارسال مره ثانيه، استقبال عبد الحسيني ويوسف احمد صلاح، حاول مرة ثانية من نادي الزمالك للدفاع عن الملعب، ودي نقطة التعادل، نقطة التعادل مفيش مشكلة، نرجع تاني نقطة التعادل،
خلي بالك يا دكتور، مباراة زي دي وارد جدا يحصل الكلام. اكيد ده الزمالك مش اصل مش هيبكي على حاجه، هو عايز بالزبط. عايز يفوز بالشوط ده عشان يرجع للماتش تاني، واحنا عايزين نخلص الشوط لصالحنا ونخلص. فاللعيبه اكيد مقدره ده والجهاز الفني فاهم ده، فان شاء الله نرجع تاني. احمد صلاح عمل، انا اول مره اشوف الموقف ده على فكره، انه يبص على دماغ اللعيبه عشان عايز يعدي بالمباراه لبر الامان ان شاء الله خير. استقبال من نادي الاهلي واعداد، ايوه يا 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 المره دي تحس ان سعيد بيحطها طالع وبينتقم. يعني بقول لك اهي اهي بقى. يلا صلاح، يلا 21 صلاح. الاهلي 20 الزمالك، واحمد صلاح على الارسال. يلا يا ابو صلاح، مهم جدا الارسال ده يا مسهل. ايوه ارسال قوي، اعداد ومحاوله كده. اوبا معلش يا جماعه، تعادل هنمشي النقطتين دول، هيمشوا نقطه نخلي بالنا. 21 اتمنى لمرحله الاستقبال، مهم جدا الاستقبال اللي جاي ده. احمد يوسف في حذر كده وتراكم من لعيب الاهلي، وارسال لاحمد يوسف خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. اول ارسال ده انا راحه نفسيه. عشان يعني طول ما انت بتاخد الليد، بس مهم بقى يا حسين. يلا يا ولد، محتاجين نعلى نقطتين في الوقت ده، خلينا ننتقد قفسنا شويه، محتاجين النقطه اللي جايه دي ان شاء الله. 22 21 وعلى الحسين على الارسال، بيلعب ارسال من اعلى استقبال، اعداد نادي الزمالك وحائط صح. الله يا ولد، احمد سعيد وعبد الرحمن السعودي يا ولد جابوا نقطه، والتقدم للنادي الاهلي بفارق نقطتين 23 21. سعيد وهدوء اعصابه النهارده الحقيقه، يعني سعيد كلمه بص البلوك النهاردة. بص البلوك بتاع سعيد، بص البلوك. الله اهي الله اهي جوه اهي الله بيبص من جوه اهي الله. حلوه يا سلام بقى لو تسمعوني، وعايزين نقطه ثالثه كمان وقت مسقط يعني. طلب شريف الشمالي طبعا اكيد طبعا، وفارق نقطتين، والكابتن مصلحي طبعا بيداعب اللعيبه عشان يخلص الماتش بقى، وناخد الجيم ده ونخلص الماتش. 23 الاهلي 21 الزمالك، رغم قوه الارسالات اللي الاهلي واجهها يعني، ولكن احنا برضو قدرنا نوقفها وقدرنا نتقدم وناخد شوطين. الشوط الاول النقطه 26 24 النقطه دي تريحنا قوي طبعا، اكيد تريحنا قوي اكيد، حتى لو خسرنا اللي بعديها، بس النقطه دي تريحنا كتير عشان يبقى بعد كده عندنا فرصه واثنين وثلاثه نعوض لو حتى خسرنا النقطه اللي قدام. الحسيني على الارسال، عبد الرحمن الحسيني ارسال من اعلى يا قلبك اعداد، وادي حائط صد ودفاع عن الملعب الحسيني برضه. الحسيني طالع احمد سعيد، وتيجي في تاتش بلوك، ودفاع عن الملعب تاني. يلا يا رجاله، يلا يا سعيد، يلا جارسيا، برافو يا جارسيا. اعداد وادي احمد سعيد وحائط صد، نقطة هتيجي، نقطة تاتش نت، نقطة للنادي الاهلي. نقطة يا ولد يا حسيني، حسيني ده قلبه ايه؟ يعني هو لعيب لسه صغير بياخد الارسال في وقت حساس زي ده، بيحطه جامد وبيستقبل بعديها كرة قوية جدا. حسيني النهارده ما شاء الله دايما بيكون عند ثقة كابتن محمد حسين حميدو لما بينزله جوه الملعب. الحسيني طبعا ده من اللعيبة اللي ان شاء الله اللي هتكون لها مستقبل، هي وسعودي، عبد الرحمن سعودي. استقبال نادي الزمالك لقلبك. اعداد وادي ضربه، محاوله ولكن نقطه لنادي الزمالك. دي مش شايل الكوره كده، معلش يعني الكوره متشاله. مش عايز نتكلم في التحكيم يا كابتن. ماشي مش هنتكلم يعني، الكوره حتى صلاح بص له كده، الكوره باينه جايبها من تحت لفوق، ده يعني شايلها، مش مشكله. يلا يا رجاله، معلش مش مهم نقطه يا كابتن. تايم اوت، وقت موت طلبه اكيد الشريف الشمالي. الشمالي طلب الوقت الثاني بتاعه. التايم اوت ده مهم جدا، الاستقبال اللي جاي اهو اهو، لسه بقول ركز ما تفوتش تركيزك، فاضل نقطه يمكن الارتياح باين شويه على معالي الوزير. كابتن عمرو سياده الوزير مبسوط جدا، هو وخالد العوضي وياسر، ربنا يا رب يكمل الماتش على خير ان شاء الله. يلا يا رجاله، نكسر بقى الايسار ده وناخد نقطه، يبقى كده هنفوز بالشوط والمباراه ان شاء الله. ارسال من اعلى، خلصت وبرافو للنادي الاهلي، هارد لك لنادي الزمالك، 25 22 لصالح النادي الاهلي، والتقدم في الاشواط، الشوط الاول 26 24 25 20 والجيم الاخير 25 20.
والف مبروك للنادي الاهلي، وطبعا كده بيتصدر النادي الاهلي الدوري بفارق 3 نقاط. اهو في صلح كده ما بين لاعبي النادي الاهلي، شد وجذب بعد المباراه، ولكن هم كلهم اخوات طبعا كلهم بيلعبوا في المنتخب، وكلهم طبعا يعني لازم يخلي بالهم من بعض. خلي بالك يعني وضع طبيعي جدا المباراه، وبيبقى فيها الشد العصبي ده اكيد يا دكتور، في الاخر بيكون في بعض الريليز للضغط العصبي. بس مبروك الفريق، مبروك النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. فوز كده باستمرار نشوف على طول، فوز امبارح في كوره على فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفوز النهارده الاهلي في قمه على نادي الزمالك. اهو برضو راحوا الجهاز الفني تامر تايجر وبيصالح لعيبه الزمالك، وده طبعا هو المطلوب من الجهاز الفني.